صباح الخير. بدنا نبتدئ الجلسة الآن في موضوع الأرشيف، وأعتقد أن هذا موضوع مهم جدا لأسباب عديدة، وأهمها أن الاهتمام بالأرشيف عامة والأرشيف الفلسطيني هو أمر حديث العهد، لم يمضي عليه سوى عقود قليلة، ومع ذلك نجد أن هناك بطء من جانب طلاب التاريخ والمؤرخين عموما في استخدام الوثائق والأرشيفات المنوعة لأسباب عديدة، يعني ربما المنتدين سيتحدثون عنها، ولكن أعتقد أن هناك مشكلات منهجية تتعلق باستخدام الوثائق على أنواعها، وخصوصا أن تاريخنا العربي والفلسطيني متصل بالفترة العثمانية، والوصول إلى هذه الوثائق ليس سهلا دائما. هناك السجلات الشرعية وهناك سجلات الطابو وأنواع أخرى من السجلات. أعتقد أن اليوم الإخوة المنتدين سيقومون بجهد أو قاموا بجهد في هذا السبيل، ولا شك أن ذلك سيشجع على طلبة التاريخ على استخدام الوثائق، لأن هذا الاستخدام سيغير فهمنا لتاريخنا، والذين عملوا على الوثائق المنوعة لابد اكتشفوا الإمكانيات الواسعة والكبيرة التي تتضمنها هذه الوثائق والأرشيفات المتعددة في مراحل تاريخية مختلفة. أنا لن أطيل الكلام، ولكن سأعطي الكلام لنستفيد من الوقت إلى الدكتور منير فخر الدين، عميد كلية الآداب في جامعة بئر زيت، والمدير السابق لبرنامج الماجستير في الدراسات الإسرائيلية في الجامعة، محرر دليل إسرائيل لعام 2020. دراسته اليوم حول تفكيك الأرشيف وبشكل خاص في موضوع النزاع على الأرض. تفضل دكتور منير. شكرا دكتور خالد، شكرا للحضور. حقيقة من الصعب أن تسمع نقد ومسبق على الورقة، يعني الورقة التي سأتحدث منها عمليا تقع ضمن النقد الذي سمعناه من دكتور بشارة حول إشكالية التاريخ والرواية التاريخية واستخدام الأرشيف والمفاهيم التي نستخدمها. هذه الورقة هي جزء من مشروع أوسع أعمل عليه منذ فترة طويلة، وهو قانون الأراضي العثماني والانتدابي والتحولات وأثره على تاريخ فلسطين. اسمحوا لي أن أقرأ الورقة، وربما في النقاش يمكن التوضيح والاستزادة. في جانب متخصص في هذه الورقة، فأمل أن يعني تصل إلى أوسع دائرة ممكنة. من المتفق عليه في الأدبيات المتعلقة بتاريخ قانون الأراضي والمسألة الاستعمارية في فلسطين أنه حدث مع الانتداب، وخاصة مع قانون تسوية الأراضي سنة 1928، تحول مكثف ونوعي من مفهوم التصرف الذي يعتمد الحيازة الفعلية على الأرض كمركز لإثبات الحقوق في الأرض إلى مفهوم الملكية عبر التسجيل. وهذا ليس تحول بسيط، هذا تحول كبير نحو عنوانه العريض تجريد الأرض كسلعة. ويمكن قراءة الأرشيف الرسمي كمسرح كبير لهذا التحول في سياق استعماري إحلالي وصراع مع الرأسمالية العرقية التي قام عليها، وأقصد طبعا حقبة الانتداب. والسؤال هو كيف نقرأ هذا الأرشيف كمسرح مضاد
لتاريخ مقاومة الاستعمار، وهو سؤال سهل سياسياً أحياناً إيديولوجياً، ولكنه صعب من ناحية التاريخ الاجتماعي. صحيح أن الطابو العثماني الحديث بدأ قبل قانون تسوية الأراضي الانتدابي بنحو نصف قرن تقريباً، ولكن القانون العثماني والعرف ظلا يرتكزان إلى مفهوم الحيازة، فعدم استمرار المالك في زراعة الأرض عنا على الأقل من ناحية نظرية في القانون دخول الحيازة في مسار تتحول الأرض فيه من أرض يتم التصرف بها بالطابو قانونياً إلى فئة المحلول، أي أنها تعود إلى بيت المال لتعيد الدولة توزيعها على مزارعين متصرفين جدد. طبعاً هذا من ناحية نظرية، وهناك الكثير من عديد من بنود قانون الأرض يدلل على أهمية الحيازة والتصرف الفعلي في الاعتبار القانوني للحق المتصرف في الأرض. يذهب بعض المؤرخين أو النقاد إلى أنه من الصعب في هذا السياق أن تتبلور الملكية بمعزل عن التصرف، أي أن يستطيع المالك أن يملك الأرض بدون فعل حيازة مباشر، خاصة أن النظام العثماني كان يعاني من الكثير من الضعف وعدم الدقة والفساد إلى آخره. ولذلك هنا الرواية التاريخية، سعى البريطانيون إلى تغيير هذا النظام لأجل خدمة المشروع الصهيوني. طبعاً المجادلة هنا تقول أن التحول من الحيازة الفعلية إلى التملك عبر التسجيل أضعف الفلاح الفلسطيني، لأنه صعب عليه إثبات الملكية وسهل على المؤسسات الصهيونية التملك. هذا يعني رواية نجدها مقنعة ومهمة، ولكن أريد أن أذهب قليلاً وراءها خلفها. الوضع العثماني طبعاً ضروري جداً أن نعيد النظر في الرواية المتضمنة عن الحقبة العثمانية. الوضع العثماني لم يمنع نشوء شكل من أشكال التملك من دون حيازة مباشرة، بل على العكس مكن العثمانيون ظاهرة سيكون لها أثر بالغ في تاريخ الأرض والاستعمار في فلسطين، وهي تطور طبقات الملاك الغائبين. هؤلاء الملاك حازوا على الأراضي فعلياً من خلال طبقة من المزارعين على نحو شبه إقطاعي، طبقة من المزارعين التابعين من خلالهم عملياً تصرفوا في الأرض قانونياً. استطاعوا من خلال هذه الطبقة جني أرباح كبيرة من الأراضي، استطاعوا أن ينافسوا ويتقدموا في شبكات التجارة في المتوسطية وأن يفتحوا فروعاً لشركاتهم في باريس ولندن، حسب أحدث دراسات حول الموضوع كيرستن ألف حول عائلة سرسق المشهورة. من ناحية قانونية إذن ظلت حقوق الحيازة مرتبطة بوضع اليد وسريان مفعول كوشان الطابو منوط نظرياً بذلك، ولكن على أرض الواقع بات الطابو عملياً وثيقة تمليك. في سياق التحول الرأسمالي ليس من المتخيل أن تقوم الدولة بتطبيق قانون أو منطق الحيازة وتهدد الاستثمارات الرأسمالية، لأن مع هذا السياق تطور حقوق الرهن وإمكانيات الرهن للمتمولين والبنوك وبنوك الممولين الأجانب الذين بدأوا يسهلوا الاستعمار في فلسطين، والتي احترمت الدولة العثمانية حقوقهم. صاحب الأرض الغائب تاريخياً إذا نعرفه، صاحب الأرض الذي أهمل الأرض كان عملياً قد رهنها قبل أن يهملها، وحين أهملها ذهبت إلى المزارعين وفئات جديدة من المستخدمين الذين عاشوا فيها سنوات طويلة قبل أن يخرجوا من الأرض بعد بيعها للحركة الصهيونية. هذا يعني يمكن الخوض في تفاصيل تاريخية، مثلاً قصة وادي الحواريث هي الأشهر في هذا المجال. إذن يمكن الاستنتاج، ضروري الاستنتاج، أنه في رحم نظام يقوم على مركزية الحيازة نشأ شكل من أشكال الملكية عبر التسجيل، وصار الطابو في واقع الأمر ديفاكتو وثيقة تملك.
ومع ذلك أصر البريطانيون على تغيير المنظومة تغييراً عميقاً والانتقال من نمط الطابق إلى نمط التسجيل عبر نظام تورنس، نظام تطور في جنوب في مستعمرة جنوب أستراليا تقريباً في نفس التاريخ الذي أعلن فيه قانون الأراضي العثماني 1857-58. لكن هذا النظام يعتمد الخرائط الدقيقة وخلق سجلات يعني تعزيز منطق أنه لا يوجد تايتل تو لاند بدون أن يكون مسجل، مركزية التسجيل في اعتبار الحقوق. وأرادوا الانفكاك نهائياً من نظام الطابو والكوشان العثماني. فلماذا أصروا على هذا التحول؟ الإجابة المباشرة هي أن التسجيل أفضل وأدق ويقلل الخلاف حول الأرض. فللنظام الجديد ثلاث خصائص مركزية الكل يحتفي بها بما فيه المستعمرون: خاصية المرآة أي أنه يعكس الواقع بشكل دقيق، خاصية الستارة أي أنه لا وثائق أخرى خلف السجل، والضمان ضمان الدولة لصحة الوثيقة. طبعاً هذا التحول التقني الذي ينظر إليه بشكل إيجابي وكعقلنا للواقع يقبع خلفه تاريخ معقد. عنوانه كما ذكرت تعميم إنتاج الأرض كسلعة، وهذا مرتبط بتغيير أنماط الحيازة والإنتاج، تغيير مفهوم الدولة، وكذلك فهو أكثر مناسبة للرأسمال العرقي وإدعاء السيادة الاستعمارية، هذا في حالة فلسطين وحالات أخرى مشابهة. على صعيد الاقتصاد السياسي ومفهوم الدولة، أراد البريطانيون التخلص من ضريبة الأعشار والتحول إلى ضريبة الأرض الثابتة، من حصة عشرية من منتوج الفلاح، أي من كون الدولة شريكة في عملية الإنتاج، ننتقل مع الانتداب إلى أجرة الأرض (land rent)، وهو النمط الأكثر ملائمة لتعميم انتشار رأس المال. يصف أحد الموظفين الاستعماريين في مجال تسجيل الأرض، يصف الضريبة الجديدة على أنها تشبه أجرة عقار تجبى على نحو منظم. يأتي صاحب العقار، صاحب الأرض (land lord) يقصد جاب الضريبة من قبل الدولة، ويضع الفاتورة على الباب ويعلم المستأجر عملياً مالك الأرض بكم عليه أن يدفع وفي أي وقت محدد. هذه العقلنة روج لها الانتداب على أساس أنها مفيدة جداً للتطور والديفلوبمنت والتقدم في الزراعة. كل شيء منظم ولا حاجة للجباية المباشرة المعتمدة على تقييم غلة الأرض في الحقل بعد موسم الحصاد. هنا يظهر تجريد قيمة الأرض بوصفها سلعة عن العمل الاجتماعي المتضمن في تحديد قيمتها في نظام الأعشار كشرط لحرية الملكية، ومع حرية الملكية الخاصة يظهر العاهل الدولة من جديد كمالك الأرض (landlord). وهذا الجانب السيادي في الملكية أمر جوهري يجب النظر فيه ملياً. هذا توافق مع المشروع الاستيطاني الإحلالي، يعني هذا هي أسباب بنيوية للانتقال لنظام جديد. فمن ناحية المشروع الاستيطاني الإحلالي كانت الكيفية التي أتاح بها النظام العثماني لرأس المال غير مناسبة، فالعمل المحلي وعلاقات المزارع الإقطاعية شكلت بالنسبة له نمطاً مضاداً ومقوضاً لمنطق الاستيطان العرقي، يعني لا يستطيع أن تتملك الحركة الصهيونية من خلال علاقات إقطاعية. هذا مع العلم بأن المستوطنين الأوائل قبل الهجرة الثانية اتبعوا أنماط العمل المحلية ووظفوها. إن تبلور الاستيطان العرقي كان بحاجة إلى تعزيز مفهوم الملكية في القانون وتمكين رأس مال أن يغزو علاقات الإنتاج والعرف المحلي بالطبع دون أن يقف عند منطق الملكية الخاصة، بل عبر الاستحواذ على الدولة على ذلك المبدأ الخفي في الملكية الخاصة الذي ذكرته، ظهور العاهل كصاحب الأرض. من يقرأ رواية هرتزل، من يقرأ مشروع الحركة الصهيونية المقدم مؤتمر السلام 1919 يرى أن المشروع كان أن يأخذ صك سيادي على كل فلسطين وأن تكون ملكية الأرض بيد شركة الاستيطان كلها، يعني هذا بدون أن ينقض ذلك مفهوم يعني النظام الرأسمالي ومفهوم الملكية. ما يجب كان على الصهيونية أن تفعله هو أن تستحوذ
على سيادة الدولة، وهذا هو جزء أساسي من صراع تاريخ فلسطين والفلسطينيين في حقبة الانتداب. طبعاً النظام العثماني لم يكن كاملاً، لم يكن هناك إتاحة كاملة لسوق الأرض في كل أرجاء فلسطين، لذلك كان يجب أن ينتقلوا إلى منظومة تسوية الأراضي لتعميم الأرض، تعميم فلسطين كمورد لرفض الاستعمار الصهيوني. كل هذه الأمور تدل على تقاطع قوي بين مبدأ تجريد الأرض كسلعة ومبدأ رأس المال العرقي والتملك العرقي للأرض. ولكن هذا التطابق، هنا السؤال التاريخي المهم. نحن نفترض دائما، هناك نزعة في معظم الأدبيات لأن هذين التاريخين عمليا متلازمين. اسأل أي أحد، أي شخص عن تاريخ الانتداب، بالتأكيد البريطانيون ملكوا فلسطين لليهود للحركة الصهيونية. وهنا وأعتقد أنه بدون أن نأخذ هذا النقد على محمل الجد في العمق، لا يمكن أن نقرأ ونفهم الأرشيف الرسمي الانتدابي. ولكن السؤال، هل هذا كل ما في الأمر؟ لا شك أن الأرشيف هو مسرح لبناء الدولة الاستعمارية ونظامها العرقي، ولكن ماذا مع تاريخ المستعمرين؟ للمساعدة على الإجابة على هذا السؤال الكبير والمعقد، أقترح أن ننظر إلى الأرشيف ضمن استعارة المركز، النواة وغلاف الأرشيف، ونأخذ السجلات الملكية كنواة الأرشيف. لأنه خلق نظام مسحي وتسجيل كل الأراضي ينتج نوع من الأرشيفات الذي نسميه الأرشيف الحي ذات الفعالية القانونية اليوم. أي محامي فلسطيني يريد أن يدافع عن أرض مصادرة سيكون سعيد جداً إذا وجد وثيقة طابو، لأن لها فعالية اليوم. طبعاً الإشكال الكبير أنه لا يوجد توثيق بالطابو لكل الأراضي، وبالتالي ينتج، هذا أحد الإشكاليات، ليست الإشكالية الوحيدة، ينتج هناك نوع من الحصر تاريخياً. لماذا لم يكمل العثمانيون مسح الأراضي وهناك لوم تاريخي على العثمانيين؟ طبعاً هذا هاي مقاربة لا تاريخية يجب أن نتجاوزها. هناك مدرسة تتطور اليوم في نقد القانون وتركز على آليات عمل التسوية أو آليات عمل الانتقال إلى نظام التسجيل، بغية العثور على مظلوميات تاريخية والدفع نحو مبدأ العدالة التاريخية وتغيير عملياً المبادئ التي يعتمدها القضاء الإسرائيلي في إثبات الملكية. هذه مهمة مهمة جداً لكنها صعبة أيضاً ولا تمسك في لب الموضوع. باعتقادي على المؤرخ أن ينظر أبعد من ذلك ويرى العلاقة الوطيدة والخطيرة بين تشكل الدولة الاستعمارية وبين فتفتة وإعادة تركيب التاريخ الاجتماعي الفلسطيني. لأنه مع عملية التسجيل هناك انتقال جذري في علاقات الإنتاج، في العلاقات الاجتماعية، ولا يمكن قياسها من ناحية فقط هل ظلم الفلاح في تسجيل الأرض أم لم يظلم. فهذه العملية، فتح الأرشيف من أجل إعادة استرجاع عوالم الحياة الفلسطينية، أمر دائما يواجه إشكاليات ويكشف عمليا عنف الأرشيف ويكشف كم هناك من تشتت وتفتت، ولكنه ليست مهمة مستحيلة، ويمكن توسع أكثر في هذه النقطة لاحقا. شكرا دكتور منير.
على هذه المداخلة. طبعا ممكن أن يكون هناك أسئلة بعد أن ينتهي المنتدين من كلماتهم ومداخلاتهم، فلدى دكتور منير إجابات على بعض الأسئلة. أعطي الكلام الآن إلى دكتورة همة زعبي، وهي أكاديمية فلسطينية تقيم في برلين، لها دراسات حول المدن والاستعمار الاستيطاني والذاكرة والتاريخ الشفوي. مساهمتها اليوم تحمل عنوان كتابة التاريخ الباقين في مدن الساحل الفلسطيني. تفضلي دكتورة. شكرا دكتور خالد، صباح الخير للجميع، شكرا لحضوركم. بتمنى انه العرضة اللي حضرتها تكون جاهزة، اذا لا انا تمام. انا كمان بدي اشكر الندوة على استضافة مش مؤرخة بندوة تاريخ، وحتى موضع كمان مداخلتي وكمان نفسي في الحقل المعرفي اللي عم نحكي عنه. أنا متخصصة بالعلوم الاجتماعية، وأنا بستعمل المصادر التاريخية لأحاول أفهم وأحكي عن التحولات في المسار التحضر الفلسطيني في فلسطين، تحضر الفلسطينيين من نهاية الفترة العثمانية لبداية تشييد المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وبركز على التحولات بين استعمارين، بين الاستعمار البريطاني والانتقال للاستعمار الاستيطاني الاستعماري، أو اللي هي فترة الأربعينات، آخر الأربعينات بداية الخمسينات، اللي هي نفسها فترة تشييد المشروع الاستيطاني الصهيوني على شكل دولي. ورح أحاجج بهاي المداخلة اللي هي عنوانها الحفر في أرشيف المستعمر على أرشيف المستعمر كمصدر اللي إحنا من خلاله بنقدر إنه يساهم إنه نكتب في تاريخ الفلسطينيين. طبعاً أنا مش الباحث الوحيد اللي بستعمل هذا المصدر لكتابة ما تم تغييبه أو محوه أو طمسه أو تهميشه أو تشويهه بالتاريخ الفلسطينيين. ورح أركز بالمداخلة، عم بطلع إذا في هاي، عم بدي أركز بالمداخلة على ثلاث قضايا، وطبعاً إحنا بنقدر نحكي عن أكثر من هيك. وأنا بقول إنه التاريخ استعمال أرشيف المستعمر بهاي الحالة الأرشيف الصهيونية بيساعدنا على إنه نكتب تاريخ مساهم في تاريخ الاجتماعي السياسي في فلسطين قبل النكبة، والمساهمة في تاريخ كتابة التاريخ الاجتماعي للباقين في فلسطين بعد النكبة. وأنا رح أركز على مدينة حيفا وتحديداً على المسار التمدن والتحضر بفلسطين، بس كمان بيساعدنا على كشف التناقضات السردية الصهيونية وزيف ادعاءاتها. عظيم. طب أنا كيف بنقول هيك؟ شكراً. أوكي، هاي أنا. أوكي، فهاي الثلاث نقاط اللي رح أركز فيها بالمداخلة. إذا بنحكي عن الأرشيف، عن النقطة الأولى اللي هي تفاصيل غنية عن حياة الفلسطينيين اليومية قبل النكبة، ومن ضمنها معلومات وتفاصيل عن مسار تمدن وحداثة متجذرة كانت في أوجها عند النكبة. فعلى سبيل المثال، وهنا بذكر كمان إنه في أريش صباح خوري بتشتغل على أرشيف المستعمر، كمان في أحمد محمود بيشتغل، ففي باحثين وباحثات فلسطينيات جديد بيستعملوا أرشيف المستعمر لكشف كمان إن كان سيرورات المستوطن المشروع الاستيطاني وإن كان مقاومته من قبل الفلسطين. بس أنا بدي أجيب مثالين، واحدة منها يعني على سبيل المثال تشمل ملفات ما بات يعرف بملفات أو مساحات القرى في أرشيف الهجنة، معلومات مفصلة عن كل القرى والمدن الفلسطينية. في كل ملف من هذا في مقدمة، في خرائط مرسومة، في بعضها بتشمل صور جوية للقرية، في معلومات عن الجسور، الأبار، كل الانفراستراكتشر المتوفرة في كل بلد، بيت المختار، بيت الضيافة، مساكن. فوحدة شاي اللي هي الاستخبارات التابعة للهجنة وثقت في هاي المساحات معلومات عن السكان والعائلات، أصولها، العلاقات العائلية الاجتماعية، الانتماءات السياسية لكل عائلة، وكثير من المعلومات الثانية زي ما بنشوف واحد من الملفات هناك. بس كمان يعني احنا بنعرف انه هاي المعلومات استعملت لاهداف استخباريه عسكريه اللي استفادت منها الحركه الصهيونيه في احتلالها لفلسطين. بس مع هذا بعتقد انها لها اهميه عاليه للباحثات والباحثين الفلسطينيين،
بداية لأنه فيها ضحض للمقولة البروباغندا الصهيونية الشائعة أرض بدون شعب لشعب بدون أرض، بس كمان هي مصدر مهم لتوثيق الحياة الاجتماعية بفلسطين للفلسطينيين. بالإضافة بتوثق التقارير الاستخبارية جانب من الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في المدن، منها ممكن أن نستدل على مسار التحضر الفلسطيني اللي بتنكره إسرائيل في خطابها العام، وبتنكره كمان الأدبيات الإسرائيلية السائدة. مثلاً في عنا بالصورة نسخة عن ملف اللي موجود بأرشيف الهجنة اسمه المقاهي العربية في حيفا وأصحابها من سنة 1941، فيه الملف تقريباً 70 قائمة لـ70 مقهى اللي صنفت حسب أنواع النشاطات اللي بتكون فيها. تم إدراج عنوان كل مقهى، اسم صاحب المقهى، وتفاصيل إضافية بتتعلق في المقهى، مين بيديره، شو ديانته العيلة، وشو النشاط اللي بيتم بهذا المقهى. فإذا تمعنا بالتفاصيل، وبعد الملف بالعبري وكمان مش واضح بس إركنو عم بترجم صح، إذا تمعنا بالتفاصيل اللي أجت بهاي الوثيقة منشوف إنه ممكن إنه نشوف عن دور قيادي للنساء في هاي المقاهي، عن بيع خمور بالمقاهي، عن بيوت دعارة، بالإضافة على مقاهي اللي كانت مركز لأنها تحتضن الثوار بأيام الثورة، وكيف كانت المقاهي فضاء عمومي في الحيز الحضري والمدني. هلأ إذا بدأ أنتقل للنقطة الثانية عن أهمية أرشيف المستعمر في كتابة التاريخ الاجتماعي للي بقيوا بفلسطين، وأهمية هذا المصدر تحديداً تكمن لسببين. السبب الأول إنه اللي بقي بفلسطين بالمدن الفلسطينية هو عدد قليل من الفلسطينيين اللي بقيوا في المدن، فهذا بيعمل عملية جمع تاريخ شفوي صعبة. بالإضافة لهذا في كتير معلومات، وأنا ممكن أتطرق إليها بشكل أوسع بالنقاش حتى ما أخذ من وقت الهاي، في كتير من المعلومات والتفاصيل اليومية غابت بالشهادات الشفوية اللي أنا حاولت أجمعها بمدينة حيفا عن الفترة مباشرة بعد احتلال المدينة. وأنا بعتقد وبدعي أنه في هاي الوثائق في تفسير ليش غابت بعض التفاصيل عن الشهادات الشفوية للناس اللي حاولت أجمع معها عن معلومات عن بداية عن المرحلة الانتقالية ومباشرة بعد احتلال حيفا. فمثلا بتوثق الأرشيف الإسرائيلية المختلفة حيثيات وتفاصيل على إنتاج الجيتو العربي، وتسمية الجيتو هي تسمية أطلقتها الصحف الإسرائيلية على الأحياء اللي أجبروا الفلسطينيين الانتقال إلها مباشرة بعد النكبة. مثلا في عنا بأوامر الجيش، أوامر الهجنة كان في حينه رقم 12 من تاريخ 26/4/48، منشوف تفاصيل حول حدود الجيتو العربي في مدينة حيفا اللي هو بحي وادي النسناس بالأساس. ومن بلاغ لضابط في الهجنة في واحدة من الجلسات في لجنة أقاموها اسمها لجنة لشؤون إدارة العرب من شهر 5/48، ممكن إنه نعرف عن وجود أسلاك شائكة حول الجيتو، وهي واحدة من المعلومات اللي طالما إسرائيل أنكرت وجودها، كمان الأبحاث الإسرائيلية أنكرت إنه كان في وجود أسلاك شائكة حول حي الوادي النسناس الجيتو. فإحنا بنشوف هنا من واحد من البلاغات بهذا الاجتماع واحد من الضباط بيقول إنه أضفنا أسلاك شائكة، فمنه منقدر نعرف. بس كمان صحف المستعمر هي مصدر إضافي لنفهم الواقع اللي عاشوا فيه الفلسطينيين مباشرة بعد النكبة. فمثلا عندنا هنا عندنا مقطع من تقرير كان بصحيفة علها مشمار من شهر أيار 48 اللي بيجي فيه إنه بقتبس: إصدار التصريح ليس بالأمر السهل، في بعض الأحيان بتطلب هذا الانتظار لفترة طويلة، ويتضمن معاملة غير لائقة تجاه العرب في هاي المكاتب. يعاملهم البعض بشكل حسن، لكن البعض الآخر يظهر تجاههم غضب وسخط. حتى عند البحث عن أسلحة اللي كانت شائعة بهذيك الفترة كتير، فإن الهيئات التنفيذية لا تبذل أي جهد لمنع إلحاق الضرر بالممتلكات، ناهيك عن السرقات المرتكبة في المناطق العربية. بواحد من تقارير نهاية الاقتباس، واحد من تقارير وحدة شاي عرب في أرشيف الهجناء، ممكن إنه نتعلم عن الحواجز المحيطة بالجيتو وعن واقع الناس اللي عاشت هناك. فمثلاً في واحد من التقارير
بعنوان اشتراك وحدة حرام. وحدة حرام هي وحدة استخبارات البريطانية في جيش الاستخبارات الهجنة، عن العمليات التفتيش والتوقيف في حي الألمانية وشارع عباس من شهر 7/48. بيجي فيه تفاصيل عن نقاط التفتيش في المدينة وأسلوب عمل الوحدة، الوحدة اللي بتعمل هذا التفتيش. كتب في أجاء فيها يقسم العمل في نقاط التفتيش بين شخصين، واحد مسؤول عن اليهود، عن عبور اليهود، والثاني عن عبور العرب. اليهود بيستلموا حالا تصريح العبور، بينما يتم استجواب العرب والأجانب في حال كانوا كوشر، حال كانوا تمام، فيسمح لهم بالعبور. بس لا يقل أهمية عن هاي التفاصيل هو سياسات، اللي أنا بسميها سياسات ضبط السكان، السياسات الاستعمارية الاستيطانية لضبط وتطويع والتحكم في الفلسطينيين اللي بقيوا بفلسطين. فبرضو الملفات اللي موجودة بالأرشيف ممكن تشير، تعطينا لمحة ومعرفة للتفاصيل كيف تمت ممارسة هاي السياسات لمحاولة إنتاج العربي الجديد. فعاد على إنها بتحط عدد الطلبات، كم من طلب تقدم للخروج إلى الجيتو، بس في واحدة من المستندات فيها إشارة للشخص واقتباس اليهودي اللي وظيفته الوحيدة هو يوصي مين بيطلع له تصريح ومين ما بيطلع له تصريح. بس في واحد من التقارير الثانية من شهر 9/48 بنذكر فيه عن، أو بنقدر نتعلم منه عن المقايضة تبعت أبسط الحقوق بالموالاة للنظام وللدولة. وبيجي في التقرير اللي أنا جايبه منه نسخة هون اللي بيقولوا فيه هناك تنقل حر عند القرويين لعسفيا والدالية، وعسفيا والدالية هي قرى تجمعات درزية بالداخل. بالدروز بيشتروا الخضرة من قرويين، تحديدا من قرية إجزم، وبيبيعوها في حيفا بعد ما هن يكون طلع لهم تصريح للدروز. بعد ما يأخذوا تصريح بيبيعوها بحيفا. فبيجي توصي علينا تقليص استصدار هذه التصاريح إلا لبعض الأشخاص الموالين لنا. فإحنا هون بنشوف كمان مثال على كيف السياسات لتطويع محاولات إنتاج العربي الجديد. بس حقيقة أنا كنت بدي أشير بسرعة لموضوع كيف هاي المستندات بتفسر لنا ليش غابت التفاصيل هاي من الشهادات الشفوية اللي أنا حاولت أجمعها بمدينة حيفا، وهو تحديداً موضوع الجيتو. لأنه إذا إحنا بنفكر بموضوع الجيتو فعلياً وحرفياً، إجبار الناس الفلسطينيين للانتقال من كل المناطق بحيفا لحي واحد اللي هو حي وادي النسناس اللي هو منطقة لمنطقة فلسطينية عربية، هو فعلياً إجبارهم ينتقلوا على بيوت اللاجئين. واحنا بنعرف من النكبة، من اخبار النكبة، انه لاجئين تركوا بيوتهم زي ما هي، فهن حرفيا عاشوا ببيوت اللاجئين، استعملوا اغراض اللاجئين، يمكن مطبخهم اللي كان بعد فيه اغراضهم، وهن عايشين مع شبح وذكريات الناس اللي لجأوا اللاجئين. اللي بيعمل الحديث عن هذا الموضوع، واحد من التفسيرات اللي عندي للموضوع، اللي بيعمل الحديث عن هذا، عن هاي الفترة كتير صعبة على الصعيد الشخصي بس كمان على الصعيد الوطني العام. هذا واحد من التفسيرات، وممكن نتطرق لإلها إلى تفسيرات أخرى كمان بالأسئلة. بس بدي أنتقل إسهلا للنقطة الثالثة اللي هي كشف تناقضات السردية الصهيونية وزيف ادعاءاتها، ورح أركز طبعا على ادعاء واحد وهو اللي بيقول إنه السردية الصهيونية اللي بتقول إنه إسرائيل هي اللي أسست لنظام حديث بيروقراطي وديمقراطي في فلسطين. وبدعي انه بعكس هذا الادعاء اللي هو سائد طبعا كمان بالادبيات الاسرائيليه اللي تناولت هاي الفتره، فانه السنوات الاولى لاحقا لاحتلال المدن وكجزء اساسي من سياسه اداره السكان الاستعماريه الاستيطانيه، تم استهداف مقصود لتدمير المؤسسات الفلسطينيه المنتخبه، اقصائها وتهميش دورها، وترسيخ الزبونيه والمحسوبيه كالنظام السياسي الاجتماعي السائد بين الباقين في فلسطين. وبأسس هذا الادعاء من خلال مكاتبات بين الفلسطينيين اللي بقيوا، خصوصا الجهات اللي تم انتخابها لإدارة شؤونهم قدام المؤسسة، وبين السلطات الصهيونية. واللي بتأكد هاي الوثائق، رح أقرأ بتوسع لأنه هاي واحدة من الرسائل كتير مهمة، اللي بتأكد هاي الرسائل إنه المؤسسات الفلسطينية المنتخبة اللي تم انتخابها ثابرت في نضالها من أجل حقوق اللي تبقوا، بس كمان من أجل حقوق اللاجئين وعودتهن،
بالإضافة ثابروا في المطالبة بتشكيل نظام ديمقراطي عادل في المدينة مقابل مسعى السلطات الصهيونية تشييد وتمكين إنشاء مدينة استعمارية استيطانية. خلوني أقرأ من رسالة اللجنة العربية المؤقتة اللي هي اللجنة اللي انتخبوها الفلسطينيين اللي بقيوا بحيفا لتمثيل أمورهم قدام السلطات، وكانت هاي الرسالة بعتوها بشهر 9/48 لوزارة الداخلية، وبعتوا نسخة منها لوزارة الأقليات ولرئيس المجلس البلدي، وبعتوا اللي هي بتتعلق في إقامة أول مجلس بلدي في حيفا لاحقاً للنكبة. الرسالة بتيجي بعد ما إنه السلطات قررت إنها تعمل مجلس بلدي من 23 عضو فقط من اليهود. وزارة الخارجية بعتت برسالة بعد ما أعلنوا عنه بالصحف، بعتت برسالة إنه بهدلتونا، وين العرب؟ في عرب وجهنا قدام الناس، فأضافوا عضوين عرب، وبالتالي هاي الرسالة بعد ما تم قرار إنه إضافة عضوين عرب للمجلس البلدي. بيجي بالرسالة: علمت اللجنة العربية المؤقتة بشكل غير رسمي أن وزارتكم قد وافقت على إحداث تغيير في مجلس بلدية حيفا بزيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ل 25 عضو، وقد فهمنا أن هذه التغييرات قد تمت باستشارة الهيئات النقابية والسياسية والاجتماعية بين الأوساط اليهودية في المدينة. ومما علمنا أيضا أنكم قد وافقتم على جعل عدد ممثلي السكان اليهود 23 عضوا، بينما تم الاتفاق على تخصيص مقعدين للعرب. وقد أثارت هذه التغييرات في كيان مجلس بلدية حيفا دهشتنا واستغرابنا إجمالا وتفصيلا. فمن الوجهة الأولى أهملتم السكان العرب إهمالا تاما بعدم استشارتهم في مثل هذا الموضوع الهام عن طريق لجنتهم العربية المؤقتة أو عن طريق أحزابهم ونقاباتهم أو مجالس طوائفهم أو غيرها من منظماتهم القائمة، كما فعلتم مع السكان اليهود في المدينة. ومن الوجهة الثانية قمتم بتحديد مقعدين فقط للعرب، لا ندري على أي أساس استندتم في هذا التحديد. واسمحوا لنا أن نقول لكم أنها عملكم هذا برأينا مخالف لأبسط قواعد الديمقراطية في بلد فتي ودولة فتية تعتز بأصولها الديمقراطية وبقاعدتها الشعبية، وتعلن عن هذا بممثلينها بالصحف ودور الإذاعات وغيرها من مختلف وسائل النشر. ويجب على هذه الدولة أن تعني ما تقوله ليس بالنسبة للمواطنين اليهود فقط، بل أيضا بالنسبة لكافة المواطنين وخاصة منها الفلسطينيين العرب هني بقوله. ونحن باسم سكان مدينة حيفا الذي تمثلهم لجنتنا نحتج على هذا الإجراء غير الديمقراطي الشاذ، ونستنكر عدم استشارة السكان العرب بهذا الشأن، ومن طالب بيطالبوا بتغيير. بس هن مع ايش بيسندوا الادعاءات تبعتهن؟ بيقولوا نتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار التالي: اولا، نسبه الاملاك العربيه تفوق عن 60%، ولهذا فالمسارح العربيه في المدينه ضخمه. اثنين، ان المتغيبين من سكان حيفا راجعون الى مدينتهم، واذا ما وجد حل سلمي للقضيه، والحل لابد اجلا ام عاجلا، وسيرجع المتغيبون يجدون أنهم غير ممثلين في مجلس بلديتهم، وأن مصالحهم ليس لها من يدافع عنها، وأن إعادة تنظيم المجلس البلدي بعد استقرار الأحوال سيأخذ وقتاً طويل الأمد، سيكونون فيه غير ممثلين، وفي هذا غبن فادح يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية. السبب الثالث، أن استشارة السكان العرب، وهذا له علاقة بالرسالة الثانية اللي رح أذكرها بخصوص ممثليهم، خطوة ضرورية لإقناع الناس وأصحاب المصالح أن مصالحهم في من يدافع عنها. وقد يرى بعد الاستشارة أن بعض الأعضاء غير مرغوب فيهن والبعض مرغوب فيه. والسبب الأخير اللي بذكروه أنه عدد الأعضاء نفسهم لا يقررها الواقع الآن، بل المصالح الضخمة العربية الضخمة والمستبعدون القادمون. وطبعاً بطلبوا أنه يبت النظر بهذا الموضوع، طبعاً تم تجاهل هاي الرسالة. بس لترسيخ نظام الزبونية والمحسوبية كواحد من الأنظمة الأساسية في عند الفلسطينيين بالداخل، وكمان محاولة مقاومته، بتبرز برسالة تانية أرسلتها الجمعية الإسلامية بشهر 8/49 لوزارة الداخلية، اللي بتقول فيها في حيفا جمعية إسلامية انتخبها المسلمون ولها لجنة إدارية ومقر، وهي تمارس أعمالها في الشؤون الإسلامية من 6 أشهر. بترفع احتجاجها الشديد على تصرف مكتب الأقليات، وتصرف مكتب الأقليات هو كالتالي:
وهنا بيكملوا بيقول المسلمون جميعا واللي انتخبوا هيئتهم الإسلامية وأعلموا جميع الدوائر الحكومية بذلك لم ينتخبوا الحاج طاهر للهيئة لهاي الهيئة، والمكتب الأقليات بتعمد إنه يتوجه لهاي الشخصية لإجبار الجماهير الإسلامية لمراجعة الحاج طاهر في أعظم الأمور خطورة بالنسبة لرجوع العائلات. نحن لا ندري الأسباب التي حملت مكتب الأقليات على هذا التصرف، بينما في القرى العربية أقل مختار في القرية قد خول هذه الصلاحية وصلاحية توقيع الوثائق، فكيف بجمعية إسلامية تمثل المسلمين قاطبة في حيفا لا يحب مدير مكتب الأقليات تمليكها هذه الصلاحية البسيطة جدا؟ إن هذا التصرف أبعد ما يكون عن الديمقراطية الحقة. إننا لا نود العودة إلى زمن الانتداب حيث كانوا المختارون والوجهاء تعينهم الحكومة البريطانية وتفرضهم على الشعب فرضا. لذلك اسمحوا لنا أن نتوجه إلى رئيس الدين الإسلامي المسيحي عفوا في أن يوقع لنا على أوراق المسلمين وأخبروا بذلك مدير مكتب الأقليات بجواز هذا العمل بانتظار جوابكم السريع. طبعا ما كان في جواب لا سريع ولا بطيء. فبالنهاية رح أختم. صحيح بيحتوي أرشيف المستعمر رواية انتصاره، ولكن ولا ضوء قلة المصادر الفلسطينية بديلة، قراءة نقدية في أرشيف فهم لكتابة تاريخنا تبدو لي مهمة ضرورية في عملية تأريخ رواية شعبنا الفلسطيني. ووكالة الباحثة في هذه الحالة أو الباحث طبعا حاسمة وحرجة على جميع الأصعدة، على صعيد الأنتولوجي، الإبستمولوجي، الإطار النظري، المنهجية، الأساليب، المصادر، قراءة وتحليل المعطيات. طبعا للنهاية بقول أنا ما بدعي أنه علينا اعتماد أرشيف المستعمر كمصدر وحيد لجمع المعلومات، بل بقترح الحوار بين المصادر المختلفة ومن ضمنها هذا الأرشيف، واللي أنا زي ما حكيت ضرورية في الحالة الفلسطينية. وبالآخر بدي أقول إنه قراءة نقدية اللي هي مهم نشير لقراءة نقدية، لأنه جزء من هاي المستندات تم استعمالها بشكل مختلف وقراءتها بشكل مختلف عن طريق ال 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 الكتاب الإسرائيليين والقراءة الصهيونية. فقراءة نقدية فيها تعطيل وتفكيك للنظرة الكولونيالية المعتمدة في هذه المستندات قد تشكل نافذة إضافية مهمة لفهم حياة الفلسطينيين اليومية في فلسطين قبل وبعد احتلالها. وشكرا. شكرا دكتور أحمد على هذا العرض الشيق. أعطي الكلام الآن إلى الباحث الشاب بلال شلش، وهو باحث في مشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يهتم بتاريخ المقاومة، وقد صدر له حتى الآن كتابان، يافا دم على حجر، الكتابان صادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يافا دم على حجر دراسة وثائقية وداخل السور القديم، وهو أيضا نصوص لقاسم الرماوي حول الجهاد المقدس. دراسته اليوم حول الأرشيف السليب أو المفقود، ومن خلال دراسة ملفات وثائقية عديدة. تفضل أستاذ. شكرا لك دكتور خالد، يعطيكم ألف عافية جميعا. عنوان الورقة سيكون إرشيفنا المنهوب أفاق وحدود. طبعا أنا بحاول أكمل على ما قدمت وهمة في ضرورة استخدام الأرشيف الاستعمارية، ليس بوصفها فقط إرشيف ممكن أن يقرأ كقراءة مضادة، وإنما بوصفها خزان لجزء أساسي من إرشيفنا الوثائقي المنهوب. لكن أؤكد على فكرة أن هناك أفاق لهذا الاستخدام، وكذلك هناك حدود تفرضها طبيعة هذه الأرشيف بوصفها أرشيف وكذلك بوصفها أرشيف استعمارية. لم يفقد أهل فلسطين خلال عقود من الحرب المستمرة مع المشروع الاستعماري الصهيوني أرضهم فقط، وإنما فقدوا أيضا جزءا أساسيا من تراثهم الوثائقي الذي حفظ بعض صوتهم ووثق بعض فعلهم. من أبرز محطات هذا الفقد ما نهب من وثائق خلال شهور حرب 47-49، ومن ثم خلال العدوان الثلاثي في 1956-57، فحرب حزيران، فالحروب المتتالية، وأي عملية عسكرية فعليا صهيونية كانت في هذه ما بين الحروب أو في الفترات اللاحقة دائما ما كانت يتم خلالها وثق أو نهب جزء من هذا الإرشيف أو هذا التراث. وإثر النهب تشتت هذا التراث لأسباب مختلفة، وصار في النهاية رهين أرشيف متعددة.
لعل أبرزها ما يسمى الآن أرشيف الدولة أرخيون همدينا، وهو أرشيف المستعمر الرئيسي، وكذلك في أرشيف وزارة الأمن نتحدث بشكل أساسي عن أرشيف الجيش أرشيف الهجنة. ظل جزء من هذا التراث المنهوب رهين الخزائن المغلقة في كثير من الأحيان، وإن أذن بحضوره فكان حضوراً محدوداً استخدم فقط من قبل بعض الباحثين النافذين في المؤسسات الاستعمارية الصهيونية، وخصوصاً باحثي المؤسسة الأمنية والعسكرية، كذلك بعض باحثي الجامعات كمثلاً أمنون كوهن وشيم عوز اللي هم اشتغلوا ضمن دوائر الحكم العسكري في لحظة من اللحظات لتحليل ما نهب من أوراق ووثائق مثلاً إثر حرب 67. لكن حدث تغير جوهري في المؤسسة الأرشيفية الرئيسية اللي هي أرشيف الدولة بحلول العام 2017، إذ أعلن عن بدء مشروع قومي لرقمنة وثائق الأرشيف كاملة. نتحدث الآن عن 400 مليون وثيقة تم إتاحتها من هذا الأرشيف إلكترونيا، وإتاحة هذا الأرشيف مجانا للعموم. وكانت الخطوة الأولى في هذا المشروع إتاحة فهرس بكامل محتوى الأرشيف المفتوح، فصار ممكنا خلال الشهور التالية معرفة محتوى الأرشيف من وثائق المنهوبة، وصار ممكنا الاشتغال على عشرات الملفات الوثائقية المفتوحة والتي حملت في خلال السنوات الماضية. طبعا هذه الخطوة لم تقتصر فقط على أرشيف الدولة، جزء الآن من الأرشيف الأخرى بدأت بعمليات رقمنة وإتاحة، جزء منها إتاحة مدفوعة مثل أرشيف الجيش وأرشيف الهجنة، وجزء منها إتاحة مجانية لكن من خلال المراسلة مثلا أرشيف مؤسسة الجابوتينسكي، الأرشيف الصهيوني المركزي. طبعا المحتويات تختلف باختلاف الحقبة الزمنية اللي تم فيها عمليات النهب، لكن نتحدث احنا عن المجموعات الأضخم التي نهبت، هي كانت في الحرب الكبرى الأولى في 47 إلى 49. محتوى في جزء أساسي منه كان لشخصيات فلسطينية، فمثلا عندنا وثائق يوسف صايغ، هنري كتان، خليل السكاكيني، توفيق كنعان، جورج أنطونيوس، عوني عبد الهادي، الحاج أمين الحسيني، جمال الحسيني إلى آخره من الشخصيات. مجموعات رسمية قديمة، مثلا في عندنا من الفترة العثمانية سجلات النفوس، بعض سجلات المحاكم الشرعية، سجلات أراضي، وثائق مجموعات كذلك من الفترة الاستعمارية البريطانية، في عندنا مثلا وثائق اللجنة التنفيذية العربية، الهيئة العربية العليا، وثائق جيش الإنقاذ، جهاد المقدس، الحاميات العسكرية التي كانت تدار بشكل أساسي من خلال في المدن أو تتبع للهيئة العربية العسكرية في دمشق، زي حامية يافا، زي حامية صفد، زي حامية حيفا، جمعيات كما جمعية العمال العربية، جمعيات سياسية، الاعتصام، الإخوان المسلمين، النوادي، قنصليات مثلا القنصلية العراقية، القنصلية الأردنية، القنصلية المصرية، مكتب العربي، النجادة إلى آخره. طبعا خلال السنوات التالية واستمرارا للسياسة الأرشيف الجديدة، تقرر أيضا إتاحة فهرس بكافة الوثائق، المواد الوثائقية المصنفة في الأرشيف، مقصود فيها مصنفة المحظورة أو الممنوعة، وكان من أبرزها الوثائق التي نهبت من المؤسسات الرسمية الأردنية الحاكمة للضفة الغربية في حرب حزيران يونيو 67. وبدأ الأرشيف خلال الشهور الماضية بإعادة النظر في هذا الأرشيف المغلق وإتاحته، والآن نتحدث عن لغاية اليوم 202 ملف أتيح. طبعا هذه الملفات تغطي ملفات بشكل أساسي نهبت من مقر المقاطعة في القدس ومقر أمانة القدس، وكذلك في مقر المقاطعة في سموها السامرة آنذاك، هي منطقة شمال الضفة الغربية. تتنوع طبعا هذه الوثائق بتنوع الجهات المنهوبة منها، فبالتالي في عندنا مصادر مختلفة. نتحدث مثلا في الوثائق الأردنية المفرج عنها مؤخرا ملفات المخابرات، ملفات الجزء منها متعلق في إدارة شؤون الحياة اليومية سواء كان للمدن أو البلدات والقرى أو للمخيمات، وثائق متعلقة كذلك بسجلات التسوية، سجلات ضرائب، وثائق المتعلقة كذلك بأنشطة بعض الجمعيات اللي كان فيها تواصلها الرسمي مع الأمانات، مثلا جمعية الاتحاد النسائي في نابلس، مثلا جمعية إنعاش الأسرة في رام الله إلى آخره. فعل الرقمنة وما تلاه من إتاحة لم يكن فعل أرشيف الدولي فقط، وإنما شمل أرشيف أخرى رسمية ومحلية، وصار ممكنا تحديد مواضع الكثير من الأرشيف المنهوب خلال السنوات الماضية، وصار ممكنا أيضا الاشتغال على جزء أساسي من هذا الأرشيف. هذا الفتح بين قوسين إذا أذن وسيأذن بموجودة جديدة من الكتابة التاريخية المستندة لأصوات أسكتت خلال العقود الماضية، تبرز رواية محلية يمكن أن تسهم في التأسيس لكتابة تاريخية مستندة إلى مصادر أولية كانت مجهولة، تعيد النظر في كتابة تاريخ فلسطين المعاصرة وتاريخ أهلها.
مثال على ذلك مثلا إمكانية الاشتغال على ملفات الحاميات، كما اشتغل الدكتور مصطفى العباسي مثلا في كتابه عن صفد، تحدث عن حامية صفد استخدم الارشيف المنهوب للحديث عن تفاصيل ما جرى في المعركة. كتاب يافا دم على حجر اللي هو أبرز وثائق الحامية اللي خلال شهور الحرب الأولى. نظرا لتنوع موضوعات المواد المنهوبة وتغطيتها لحقب مختلفة، فإن مجالات التجديد الممكنة ستتعدد وتختلف ولن تقتصر على جانب دون آخر. فكما حفظ هذا الإرشيف مادة أساسية للتاريخ العسكري لتجربة أهل البلاد في مقاومتهم للمشاريع الاستعمارية المختلفة، يعني مثلا عندنا في حامية يافا التقارير اليومية ما كان يخطه الجنود في 10 جبهات من جبهات القتال في يافا من شهر شباط لغاية شهر نهاية شهر نيسان 1948 بتفاصيله المملة، كل المراسلات، كل التقارير اليومية، كل المراسلات ما بين القيادة في مستوى المدينة والقيادة في دمشق إلى آخره. الجهاد المقدس عندنا مثلا أراشيف بعض التفاصيل المتعلقة، من كان اليوم في هذا الموقع، عدد الأسلحة اللي كانت موجودة في هذا اليوم في منطقة مثلا النبي داود إلى آخره. بالإضافة لهذه الوثائق فإنه حفظ أيضا مواد تسهم في تدوين تواريخ محلية واجتماعية وثقافية إلى آخره. يعني ممكن الآن النموذج اللي قدمته الدكتورة همة المتحدث مثلا عن المقاهي، نجد مثلا بعض العرائض المرفوعة من عمال المقاهي متعلقة في ملفات المقاهي، ملفات المحامين العرب مثلا ممكن أن نجد فيها كذلك قضايا متعلقة بالشأن الاجتماعي، الشأن الثقافي كذلك، في عندنا مثلا قوائم الكتب التي صدرت عن بعض دور النشر، منهوبات دور النشر أصلا بحد ذاتها الجزء منها متوفر الآن في ما يسمى المكتبة الوطنية. لكن إلى جوار هذا الفتح إن صح التعبير ستوجد أيضا حدود مختلفة، بعضها مرتبط بسياسات الفتح والإغلاق المستخدمة في الأرشيف الصهيونية وتباين هذه السياسة بين أرشيف وآخر. نتحدث إحنا لا يوجد سياسة موحد الآن في كافة أرشيف التي تتواجد فيها مثل هذه الوثائق، يعني الأرشيف الدولي لديه سياسة مختلفة عن أرشيف الجيش، مختلفة عن سياسة أرشيف الهجناء في مسألة الإتاحة عموما وفي مسألة ثم الحجب والإتاحة لاحقا. النقطة الثانية مسألة الحجب المستمر، يعني في جزء أساسي من الوثائق ما زال محجوبا من لحظة الحرب لغاية اليوم. مثلا وثائق جيش الإنقاذ نتحدث تقريبا عن 391 ملف، حوالي النصف منها هو المتاح والبقية مغلق. حامية حيفا مثلا، حامية يافا وجدناها في أرشيف الدولة جزء أساسي من هذه الوثائق، الحامية متاحة، لكن حامية حيفا 71 ملف في أرشيف الجيش بالكامل مغلق. الحجب بعد الفتح، فكثير من الملفات، وهذا من تجربتي مثلا في اشتغالي على كتاب يافا، كنت أطلب الملف من الإرشيف لرقمنته، يتاح الملف أحمله اليوم بعد 3-4 أيام المحل من التحميل يحجب. بعض ملفات المحامين مثلا عوني عبد الهادي بديني نموذجا، تتاح الملف بالكامل اليوم بعد أسبوع شهر من الممكن أن تعود إلى الملف تجد بعض صفحاته حجبت. الدكتور مثلاً منير اشتغل على جبران كزمة ومراسلاته مع جمال الحسيني، الملفات هذه محجوبة. الدكتور مصطفى العباس اشتغل على وثائق صفد، ملفات بعد اشتغال الدكتور مصطفى محجوبة، وهذا لغاية الآن. كذلك في الوثائق المتعلقة في فترات لاحقة، يعني مثلاً الوثائق الأردنية جزء منها بعد إتاحته يحجب، ومش فقط يحجب، وثائق جيش الإنقاذ على سبيل المثال لم يقتصر الأمر على حجب بعض الوثائق الملفات، وإنما إخفائها أصلاً من كتالوج الإرشيف. يعني أنا في عندي بعض الوثائق كانت من إرشيف مستخدمينها بعض الباحثين سابقاً، فبتتبع الوثائق وأرقام هذه الوثائق، الوثائق هاي الإرشيف ينكر وجودها. بعد فترة أتيح جزء منها الفهارس، بعد فترة تالية ردت حجبت من جديد، وبالتالي في عملية حجب كذلك لجزء من المحتوى الموجود في الفهرس وليس فقط في المادة الوثائقية، وبالتالي اختفي كلياً عن الرادار إن صح التعبير. الحجب الجزئي مثل ما قلت إنه في بعض الوثائق يتم إعادة تسويدها، تكون أنت بتفتح الملف الآن مثلاً ملفات اللي اشتغل عليها في حامية يافا على سبيل المثال، ملف مخابرات حامية يافا جزء من وثائقه الآن محجوب من الصفحات الداخلية، فيما في اللحظة الأولى كان مفتوح. طبعا هذا يدفع إلى ضرورة التأكيد على أن الحال الرغبي في الاشتغال في هذه الوثائق قد يتوجب المتابعة الأولية دائما، يعني في متابعة أولية بعمليات الرصد إلى آخره من أجل محاولة الحصول على مثل هذه النسخ.
السياسات هاي المتعلقة أو بالحدود متعلقة بطبيعة الإرشيف عموما. الإرشيف لا كمصدر وإنما كموضوع. وهنا في دراسة رائدة للدكتورة أريج اللي بتتحدث عن الأرشيف الاستعمارية وتجربتها في هذه الأرشيف، وتتحدث عن ما تسميه أرشيف الأرق، ويمكن القلق لازم يكون لأن الأرق مرتبط بالنوم، فالقلق مرتبط في حالة الضر. يا في الإنجليزية استخيل التعبير ولم يترجم، إن شاء الله بترجم قريبا. وكذلك مرتبط بطبيعة الأرشيف كأرشيف استعماري التي تفرض عدد من المحاذير أمام أي بحث تاريخي جديد، وتفرض فعليا قيود وحدود أمام أي بحث تاريخي أو لمن يرغب بالاستخدام هذه المواد كمصدر. الجزء الأول العجز عن معرفة ما الذي حجب وما الذي فتح. الآن جزء أساسي من هذه الأرشيف نحن لا نستطيع معرفة ما هو محجوب وما هو مفتوح لأنه يختفي مثل ما حكيت سابقا عن الرادار. أرشيف الدولة موجود في كتالوج، مع ذلك الكتالوج أحيانا بيكون له بيكون في شيء ساقط ومن ثم موجود إلى آخره. أرشيف أخرى أصلا ما في، بعضها الأرشيف ما في أي إشارة للمواد، إحنا فقط نعرف عنها من خلال المصادر الأولية الصهيونية، مثلا اشتغال أوري ميلشتاين، من خلال اشتغال لعزة توبر، من خلال عدد من المؤرخين الصهاينة اللي اشتغلوا على بعض المصادر العربية. بنعرف إنه في عندنا مثلا مذكرات أحد أو يوميات كان يكتبها أحد مقاتلي الحامي يافا من المصريين في يافا، أو من الجنود السوريين اللي قاتلوا في منطقة الشمال. نعرف عن وجود مثل هذه اليوميات لكن الآن لا نستطيع الحصول عليها. نعرف مثلا أنه في نهب في حرب 67 أو إثر حرب 67 في معركة الكرامة، كل تقريبا المادة الوثائقية اللي كانت موجودة في منطقة المخيم نهبت. بعضها تحقق مع أشخاص مثلا ويليام نصر في شهادته في مذكراته يتحدث أنه أتوا لي بدفتر يوميات كان يكتبه أحد الكوادر الموجودين معهم في ما تسمى دورة الصين، طلعوا تدربوا عسكري في الصين، استخدموا هذا الدفتر في التحقيق. الآن نحن نعرف أنه موجود هذا الدفتر من خلالها مثل هذه الشهادة، لكن وجوده في الأرشيف لا نعرف عنه شيئا. يوسف صايغ على سبيل المثال، يوسف صايغ يتحدث في مذكراته حررتها زوجته الدكتورة روزا، بيتحدث روز عفوا، بيتحدث عن عملية النهب التي صارت لوثائقه في منطقة القطمون، كان حطتها في السيارة وهي وثائق خاصة به شخصيا ووثائق خاصة بالحزب السوري القومي الاجتماعي بوصفه أحد أبرز قادته في فلسطين أنذاك. هذه المادة نعرف أنها نهبت، لكن الآن لا يوجد مجموعة في الأرشيف اللي هو أرشيف الدولة اللي المفترض تلقائيا أنه تكون هذه المادة وجدت فيه، لا يوجد مجموعة تحت مثلا يوسف صايغ. في إما جورج أنطونيوس يتوفر مجموعة باسمه، توفيق كنعان يتوفر مجموعة باسمه. الآن لما أنا كان لدي معرفة سابقة بأنه في أرشيف الدكتور يوسف صايغ، فلما اشتغلت على أرشيف الهيئة العربية العليا بنحكي عن حوالي 570 فايل، كل فايل أحياناً يتجاوز 400 صفحة. في تصفح الملفات وجدت قصيدة شعر يوسف صايا كان يتحدث أنه بعضها كان مراسلات لحبيبته حبيبة سابقة، وبعض أبيات القصائد الشعرية لمحاولاته الشعرية الأولى، فحاولت الربط ما بينها وبين يوسف صايا. ومن ثم لما مشيت في الملف تيجي توقيع يوسف صايا، توقيع يوسف صايا على ملف مرتبط ببيت المال، يوسف صايا كان مدير بيت المال. فالمؤرشف الصهيوني على ما يبدو، وهي يوسف صايغ، وهي إشكالية أساسية، أنه عملية الجمع لم تكن على مسطرة واحدة، أحياناً عمليات الجمع تكون بعشوائية، أحياناً جنود يحتفلون بانتصارهم فيلقوا الوثائق في الهواء. يوسف صايغ بيقول أنا انصدمت لما اقتحموا مقر الهيئة العربية العليا ولقيت الوثائق في الهواء، فما عرفت. جزء منها كما يبدو مرتبط أنه التحقيق معه تم على وثائقه، وبالتالي قد يكون جزء منها أحيل لإرشيفات أخرى. هاي عملية العشوائية في عملية الجمع في كثير من الأحيان كانت أدت إلى إشكالات لاحقة وتضع أمامنا قيود وحدود، إنه جزء أساسي مثلاً من مادة يوسف صايغ هي مادة مشتتة في ملفات الهيئة العربية العليا، جزء أساسي من مادة جيش الإنقاذ حامية يافا مثلاً وجدتها ضمن ملفات الهيئة العربية العليا، على الرغم من أن الحامي العام لم تتبع الهيئة في تلك اللحظة، لمجرد إنه المؤرشف ولم يضع عنوان يافا على الملفات. يعني كتالوج، لا، إذا تبحث في الكتالوج لا أستطيع الحصول على هذه الوثائق، بالتالي أنا قد يكون مضطراً لتصفح 570 ملف بالكامل حتى أصل إنه هذا الملف يخص يافا ولا لا يخص يافا. بهذه الطريقة حصرت ملفات الحامية، 570 ملف ملفات الهيئة العربية، وجدت بعض الملفات في اللجنة التنفيذية العربية. وبالتالي في لحظة الجمع كان في إشكاليات، لاحقاً في لحظة التصنيف كان في كمان إشكالية. بعض الملفات
خصوصا مثلا الملفات الأردنية. في عندنا ملف عن الشيخ جراح على سبيل المثال، ملف الشيخ جراح غلاف الأردني ذاته، الإرشيف الأردني ذاته فقط، أجوا حطوا في إرشيف في ملف فايل جديد وحطوا عليه رقم. أحيانا ما كانوا يكلفوا نفسهم أنهم يضعوا فايل جديد، كانوا يضعوا على ذات الليبل على ذات الغلاف الأردني، وبالتالي الملف حافظ تقريبا على متكامل، كامل متكامل موجود ونستطيع الاشتغال عليه. فيما ملفات أخرى مثل ما حكيت مشتتة، وبالتالي في عملية اشتغال وثائق خليل السكاكيني مثلا قد نجدها في وثائق ابن عبد الهادي، يعني رسائل من سائل من خليل السكاكيني، كنا نشتغل من فترة عوني عبد الهادي، فرسائل خليل السكاكيني لولده ساري في ملف لعوني عبد الهادي. الآن قضية أخرى وأختم بها حول مسألة بعض التحديات التقنية. طبعا هاي تحديات ضروري الواحد يعمل تكتيكات إن صح التعبير من أجل محاولة تجاوزها. عملية الحجب وكيف تتم عملية الحجب، طبعا ممكن مراقبة عملية الحجب. الأراشيف هاي تتيح في كثير من الأحيان كتالوج بما ينزل دوريا، يعني في عندنا قائمة شهرية بما يدرج من مواد أو يتم رقمنته من مواد، يتم من خلالها قد يستطيع الشخص أي شخص أنه يتم من خلالها. أنا مثلا الوثائق الأردنية استباقاً لأي حجب بداية كل شهر بعرف الكود اللي بيحطوا فيه بيصنفوا، لأنها هاي وثائق مصنفة كل منها في جزء منها الوثائق الأردنية ميم جيم عين مثلا، وثائق اللجنة العربية العليا مصنفة تحت فاء، اللي هاي التصنيفات اللي تسمح بالمراقبة الدورية للشخص. ممكن في نفس اللحظة يحصل على الملف اللي يتجاوز عمليات الحجب الممكن في الفترة التالية. مسألة تشتت الوثائق هذا يضع أمامنا معيق جوهري في عملية الكتابة التاريخية، لأنه إحنا فعلياً نقدم رواية في كثير من الأحيان جزئية أو مختزلة. لأنه أنا لما أحصل على سبيل المثال على وثيقة تدين فلان الفلاني، وهذا موجود في ملف في ملفات الهيئة العربية العليا، موجود في وثيقة محطوط فيها شخص من أعيان طبرية إنه باع 43 قطعة أرض للصهاينة، ومسمى هذه القطع بأرقامها وبتفاصيلها المملة، ومأخوذ موقع على إنها من دائرة الاختصاص آنذاك في بيع في توثيق عمليات البيع. هذا الشخص، هذا الملف فقط ملف إداني. إذا أنا بدي أشتغل على هذا الملف كإداني لهذا الشخص، أو بعيدا عن دور المؤرخ في إداني ومش إداني، المهم كدرس في الاشتغال على عملية البيوع، أكتشف أنا في إرشيف آخر اللي هو الإرشيف الصهيوني المركزي، لما أجيب هذا الملف الشخص هذا في الإرشيف الصهيوني المركزي، لأنه مثل ما في ملفات كرة في بعض الشخصيات العربية في طبرية مثلا، بلاقي البيان الذي أصدره هذا الشخص والموقع كذلك من اللجنة التنفيذية من الهيئة العربية العليا في 46 في الدفاع عن نفسه، وبقول أنا هي عمليات البيوع التي أجريتها وأخذت فلان وفلان وفلان من الهيئة العربية العليا أمام الدائرة المختصة واستخرجت هذا البيان. بالتالي بعض المؤرخين، وهذا حدث، يشتغلون على جزئية ما، وهذا يحدث صهيونيا كثيرا. يعني على سبيل المثال إتمار رداي في شغله على يافا، إتمار رداي في عندنا 21 ملف من ملفات الحمية التي تعطي تفاصيل التفاصيل، شؤون تفاصيل اجتماعية، محاكمات العسكريين اللي كانوا يكتبوا بعضهم شبه أميين، وبالتالي بنشوف في خطهم انعكاس هذا الشيء، يعني مستويات مختلفة الهيكلية كلها اللي كانت ترسل تقارير. يعني في عندنا من الجندي لقائد المنطقة المحلي للقائد الأعلى وصولا لقائد الحامي ووصولا من قائد الحامية لدمشق، كل هذا التسلسل موجود. 21 ملف لا تجدهم في طروحته مثلا عن يافا أو القدس، يستخدم فقط ملف واحد من كل هذه الملفات الموجودة في الإرشيف. فلما أجي أنا أقرأ هذا الإرشيف فعليا سيكون تاريخا مختزلا. في بعض العرب يمارسين مثل هذه الممارسة، وقد تكون أنا برأيي أحيانا على المستوى مثلا، نضرب مثال في كذلك في تمر بن راداي، في شخص اسمه عبد الغني الكرمي يتحدث عنه بوصفه مخبر. طيب عبد الغني الكرمي كان يعمل في الديوان الملكي الأردني آنذاك في البلاط، مخبر بهذا المستوى المفروض في احتفاء صهيوني في 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 حضوره وبروزه. مؤرخ اللي نشر يوميات بن غوريون يقتصر فقط في هامش انه على من يرد ذكر لعبد الغني الكرمي في يوميات بن غوريون انه هذا الشخص كان يعمل في الديوان الملكي من ابن الشيخ سعيد الكرمي الى اخره. لما تتبعت ملف من اين اتى إيتمار راداي بانه فلان هو المخبر، هذا الشخص نفسه اللي حرر كتاب بن غوريون هو اصدر كتاب
بالأسماء الحركية في داخل الأرشيفات، لأنه الحركة الصهيوني في جزء منها كان يشتغل في مرحلة سرية ضد العرب وضد، يعني أنه في خشية أن تسقط الملفات بأيدي العرب، وفي خشية في لحظة أن تسقط الملفات بأيدي البريطان، وهذا حدث أنه سقطت جزء من ملفات الكرة في أيدي البريطان في 46، واليوم ما نعرفش عنها شيء. يعني ملفات الكرة لا تغطي كافة، أحد أسباب أنها ما بتغطي كافة المناطق ما صار في 46. فكانوا يكتبون أسماء الحركية من إمر الهواري مثلا لأسد، هذا الشخص في عنا حطوا المزارع، حطوا الكود الحركي تبعه المزارع. فلما أجى قرأ وجد أن المزارع يساوي عبد الغني النابلسي، لكن لما تعودوا إلى الكتاب تجدوا أنه تصنيف تصنيف هذا الشخص اللي كان مشتغل في الأرشيف الهجنة، إنه عبد إذا كانت إذا وجدت هذه الوثائق في الوثائق المتعلقة في منطقة طول كرم خلال الثلاثينات المزارع يقصد عبد الغني، لكن إذا وجد في وثائق شاي في سنوات الحرب فهو فلان الفلاني واحد من يافا، واللي هو شخص مغمور من يافا. فالشخص هذا طلع الرجل مخبر للحركة الصهيونية، ومن ثم قدم رواية وبنى عليها وبيأسس على 17 اقتباس، وقدم لك معرفة تاريخية مختلفة مش فقط مختزلة، وإنما قد تكون في مثل هذه الحالة مضللة. وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. وشكرا أستاذ بلال، وأشكر المحاضرين على التزامهم بالوقت تقريبا. الآن سأعطي الكلام للدكتور وليد العريض، وهو أستاذ التاريخ العثماني في جامعة اليرموك، وله العديد من الدراسات والأبحاث المحكمة وكتاب تاريخ الدولة العثمانية، التاريخ السياسي والإداري. اليوم سيتحدث عن تاريخ فلسطين من خلال الأرشيف العثماني. تفضل. شكرا أستاذنا الفاضل، شكرا لأستاذ رئيس الجلسة، شكرا للمركز العربي، شكرا لمجلة أسطور ورئيس تحريرها صديقنا الدكتور بن حدة على هذه الدعوة. حقيقة أنا اليوم سأتحدث عن الأرشيف العثماني قليلا، وأدع الوثائق العثمانية عن فلسطين تتحدث عن نفسها. أنا خريج جامعة إسطنبول، ماجستير والدكتوراه في 86-92، وحقيقة رسالتي الأولى كانت عن المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية في فلسطين في القرنين 18 و19 في وثائق الأرشيف العثماني. ورسالة الدكتوراه كانت جبل نابلس في القرن 19 أيضا في وثائق الأرشيف العثماني. وأنا أتقن، لا أدعي ولكن أكاد أقول أني أتقن اللغة العثمانية كاللغة العربية يعني تماما. الأرشيف العثماني، ويعرف صديقنا الدكتور بن حدة، في الثمانينات كان يعني صعبا كثيرا، فهو أرشيف يضم أكثر من 300 مليون وثيقة في ذلك الوقت، لكن كان الحصول على يعني الباحث تواجه صعوبات كثيرة، إما في الحصول على الإذن أو الحصول على الوثائق أو التصوير، يكاد يكون 100 صورة على الأكثر. ولذلك أنا اضطررت أن أنسخ أكثر من 7000 وثيقة بخط يدي، لأنه ليس هناك تصوير، وهذه معاناة على الأقل اليوم، هذه المعاناة انتهت، وتقريبا الأرشيف العثماني الآن صنف، وفي ذلك الوقت لم يكن مصنف أكثر من 10% أو 15% من الأرشيف العثماني في ذلك الوقت، وكان أرشيفا عسكريا، حتى لدرجة ممنوع من يجلس جنبك أن ينظر إلى وثيقتك، وممنوع أن تسأل أي أحد في الأرشيف أن يقرأ لك كلمة إلا بإذن، يعني حتى كان عسكريا. وهذا بسبب طبعا أن الفترة الأولى حتى من التاريخ التركي كانت معادية للتاريخ العثماني نفسه، يعني حتى في، وطبعا تيار القومية أيضا العربية وغير ذلك، فيعني عداء مزدوج للعثمانيين ولنا في آن واحد. ولذلك كانت
تشديدات كثيرة جدا علينا في الأرشيف العثماني، ولكن الحمد لله. طبعا وثائق الأرشيف العثماني هي كثيرة جدا، ويمكن فهرس الأرشيف العثماني الذي طبع عام 86 في الجامعة الأردنية ومركز الإسلام لإسطنبول هو يعرف بذلك، وهناك طبعا كتالوجات باللغة التركية. لكن يعني أريد على الأقل أن أذكر يعني فلسطين في الوثائق العثمانية. نستطيع أن نقول في الأرشيف العثماني سجلات محاكم شرعية، سلمات عثمانية لولايتي سوريا وبيروت تتبع لها فلسطين، وثائق الحج وقافلة الحج الشامي وجريدة الحج تشمل وفرسان التيمار وحماة القوافل وكل واعتداءات البدو وكل تقديمات موجودة في الأرشيف العثماني عن فلسطين، الغابات والفحم وخاصة غابات جبل نابلس وعجلون، وثائق التيمار والوقف ودفاتر الطابو في القرن السادس عشر طبعا، والأملاك. وحتى دكتورنا مشرفي، أنا دكتور بشرلي ومحمد تميمي، أخرجوا كتاب الأوقاف والأملاك في فلسطين في ذلك، وثائق الالتزام والمالكانة اللي تحدث عنها الدكتور أيضا، ووثائق الانكشارية والقلاع اللي كانت موجودة أيضا في نابلس وعكا والقدس وغيرها، وثائق المالية، وثائق الضرائب، وثيقة الالتزام والطابو والمثقفات والمباني وقوانين الأسواق، وثائق العشائر البدوية وعلاقتها مع الفلاحين أيضا، كل هذا موجود، سكة الحديد ومنها حديد حيفا ويافا، تحرير الطابو ودفاتر الطابو وتسجيل الأملاك والإحصائيات السكانية، وثائق التعليم، كتائب، كتاتيب، مدارس دينية ابتدائية رشدية قبل التنظيمات وبعد التنظيمات، وثائق المؤسسات الدينية، مساجد، وثائق المسلمين كالمساجد والتكايا والزوايا، وغير المسلمين كالكنائس أيضا، كل هذه موجودة، البلديات والصحة والمستشفيات والحج الصحي والكارنتينا في قلاع القدس وعكا ويافا ونابلس، كلها موجودة، ملف العقبة وطابة، الوثائق العسكرية والتجنيد الإجباري والحروب والدرك والقلاع، كلها موجودة، الإدارات المحلية والرواتب، دفاتر الشام الشريف كلها، وهذه لا علاقة لأنه فلسطين جزء من الشام من بداية العهد العثماني، دفاتر الجماعات غير المسلمة أيضا كلها وخاصة المسيحية وإذا كان يهودية، دفاتر الولايات بيروت وصيدا وسوريا صادر ووارد، برقيات سوريا، الدفاتر المهمة أيضا، وهذه من دفاتر المهمة ودفاتر المسائل المهمة أيضا، هذه كلها سواء علاقات دولية أو علاقات إقليمية أو علاقات الحركة الداخلية للدولة العثمانية في الولايات، دفاتر التنظيمات بأنواعها بعد التنظيمات داخلية خارجية، أشغال نافعة، أوقاف دبلوماسية، سفارات، قناصل، مجلس مبعوثان، كل هذا فلسطين يعني موجودة في كل هذه العناوين. طبعا بعض الباحثين يعني ونستذكر هنا المرحوم دكتور عبد الفتاح يعني رحمه الله، كمال عبد الفتاح يعني أول من يعني سجل الجغرافيا التاريخية لفلسطين في 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 البداية وغيره. حقيقة أنا يعني بعض الدراسات اللي لها التماس بفلسطين، منها كما قلت رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه، ومع الأسف لازالوا باللغة التركية إلى الآن يعني، وأقوم الآن على ترجمتهم. المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية أيضا في متصرفية القدس، وهذا أيضا بحث ويحوي 200 وثيقة سأخذ منها. وصف القدس في رحلة أولياء شلبي أيضا، منازل الحج الأردنية في رحلة أولياء شلبي، وتذكر أن المناطق الوسطى والجنوبية هي تتبع القدس حتى في القرن السابع عشر كلها، أهمية دفاتر الطابو في الدراسات الاجتماعية، إجراءات الدولة العثمانية في منع التسلل الصهيوني للقدس، المؤسسات العثمانية في متصرفية القدس، أيضا ترجمة كتاب مخطوط الآن قيد النشر، ترجمة جاسوس في قصر السلطان عبد الحميد الذي اعتمد على الوثائق العثمانية
والجاسوس الأستاذ البروفيسور المجري فامبري الذي كان جاسوسا مزدوجا للدولة العثمانية ولبريطانيا، وعلى الأقل رصد كل مقابلات اللي حاول هرسل أن في اسطنبول وأن يتقابل مع السلطان، وبالحرف الواحد يعني ماذا رصدت الوثائق، وأنا ترجمت الكتاب وسينشر قريبا جدا. المدارس الحكومية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وأيضا إصلاحات التعليم ونظام التعليم العثماني في عهد السلطان محمود الثاني حتى عبد الحميد، كل هذا رصدته لأنه أيضا التعليم في هذه نماذج من الدراسات اللي إلها علاقة في فلسطين. طبعا غير فلسطين هناك دراسات كثيرة حول الإحصاء السكاني ومفاهيم الظلم ومفهوم الظلم ودبلوماسية الخطاب العثماني والكتابة الرسمية عند العثمانيين والكتاب الرسميين، هذول مهمين إنه عند العثمانيين أكثر من حوالي 30 مؤرخ رسمي يعني اعتمد على وثائق الأرشيف العثماني، منهم أحمد جودت وأحمد لطفي كمصادر التاريخ الإسلامي اللي نفتخر فيها، لكن يعتمدون على الوثائق، يسموا كتاب الوقائع أو كتاب الدولة الرسميين، وأنا كتبت أو بحث فيهم كبير جدا في التسعينات. يعني هؤلاء أيضا يرصدوا كل المسائل، فلسطين مرت في كل في هؤلاء وخاصة في على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. أنا حقيقة يعني سأخذ نماذج الآن من هذه الوثائق التي تتحدث، طبعا سأترك هرسل وغيره ولكن أتحدث عن قضايا مثلا المؤسسات الدينية، مثلا يوضح لنا العدد الضخم لوثائق الأوقاف في قطاع الأناضول والروما، لأن الأوقاف نالت في عهد الدولة العثمانية اهتمام لائق ومنها فلسطين. وقفيات فلسطين في القرن السادس عشر 233 وقفية بلغت مصادرها 890 مصدر، يخص لواء القدس منها 90 إلى 95 وقفية لها 344 مصدر. ومثلا من الوثائق بلغت واردات الحرم القدسي الشريف في شهر آذار 1825 إلى 1853 حوالي 540,700 قرش، طبعا صرف منها 386,000 قرش وبقي في الخزينة 154,700 قرش، هذه على الأوقاف. ويذكر أولياء شلبي أيضا في سياحة نامة في القرن السابع عشر ونصفته أنه في لواء القدس 360 جامع ومسجد وزاوية ومدرسة في ذلك الوقت، وفي عام 1871 حسب الوثائق وجد في المتصرفية 31 جامع و 259 مسجد. يعني هذه قضية من الوثائق. مثلا خلينا نقول الدولة العثمانية حسب الوثائق فرضت شروط لبناء مؤسسات غير المسلمين، مثل اتباع قوانين الدولة وعدم مخالفتها، أن لا توقع هذه المؤسسات أي ضرر أو يحدث منها أي مخالفة وقت الإنشاء، عدم إنشاء مؤسسات قريبة من المؤسسات الإسلامية، الحصول على تراخيص مزودة بالخرائط، وهذا ما ضمنته أيضا رسائلي كلها خرائط هندسية ومن هذه المؤسسات، تحصيل ضريبة العشر والضرائب، طبعا بيان الجهة المسؤولة عن البناء وعن الذي الصرف، مراقبة الدولة لهذه المؤسسات والإشراف عليها من خلال دوائرها في الولايات. وجاء في وثيقة إنشاء كنيسة جديدة في دير اللاتين بيافا التابعة لواء القدس ما يلي بالنص، عن بيان المصاريف المقتضية لإنشاء كنيسة جديدة بموجب الخريطة المحفوظة نسختها بمجلس الإدارة الموقر بيافا مع لوازمها من أرض الرهبان المعدين لخدمة الكنيسة المذكورة، والذي يصير إنشاؤها بالمحل المواجه لدير اللاتين بيافا، والمشترى من جانب الحكومة السنية من مال الآباء الفرنسيس بترسنطا، والمصاريف المرقومة كالتالي حتى يعنيها 8 قرش بالقرش والمادة، 8 أحجار 8000 قرش، 8 شيد 25000 قرش، 8 شوميمتو 6000 قرش،
ثمن طينة للبناء 3500 قرش، ثمن أخشاب 25000 قرش، ثمن مسامير 1200 قرش، ثمن حديد وأدوات 250000 قرش، ثمن إدهانات 12000 قرش، ثمن بلاط 3000 قرش، أجرة بناية 224300 قرش، أجرة نجارين 65000 قرش، مواد ما عدا الأحجار والشيد والماء والموجودة 25000 قرش. إذا مجاميع 340000 قرش، يعني هذه مجاميع كلها حتى في الفلها. وتبين أيضا من صحة الكشف يعني المبررات وقيمة المبلغ 340 تصرف من واردات الرهبان، كما تبين أن عدد نفوس ملة اللاتين الموجودين في يافا من ذكور وإناث هو 613 فرد في ذلك الوقت، وليس هناك محظور من إنشاء الكنيسة. وثيقة أخرى نعم 1883 نعم 1883 ويا سيدي كلها موجودة يعني في كل الوثائق، لكن بعد التنظيمات هو إعادة ترخيص هذه ضمن قوانين التنظيمات الجديدة. طبعا هناك عن المدارس، مثلا أنا أعطيك عن مدرسة شارنتر الزراعية، وكيف هذه المدرسة يعني حقيقة هي بنيت كمدرسة زراعية عثمانية وعلى 600 دنم من الأرض، وكيف تحولت مع الزمن إلى أكبر مستعمرة في فلسطين المحتلة وهي بيت احتفاء أو الحصن اليوم. هي مدرسة زراعية وفيها كل شروط الدولة العثمانية، ولكن طبعا هي كيف أن المسيحي كان يروح على المدارس المسيحية والمسلم يروح على المدارس الحكومية الرسمية. حقيقة هذه المدرسة هي مع أنها مدرسة عثمانية لكل الطوائف، إلا أنه لم يدخلها من غير اليهود سوى 13 طالب، وتبين أن لأهليهم علاقات خاصة مع الهد. والسبب أنه مصاريف هذه المدرسة عالية جداً، لا يستطيع أن يدفع الابن العادي المسلم مصاريف هذه المدرسة التي تزيد عن 300 قرش في ذلك الوقت. أنا يعني ولذلك مثلا المادة منحت رخصة، لا أريد أن هذا قانون ضبط المدرسة، لكن حقيقة مع الاختراقات موظفين والمتصرفين وغيرهم، حقيقة هو اللي الشروط مضبوطة لهذه المدارس ولهذه المؤسسات، ولكن الموظفين هم الذين يعني اخترقوا هذه الشروط مع القنصليات الأجنبية. لما نيجي عن المؤسسات الصحية، نعطي نموذج عن المؤسسات الصحية مثلاً. انتشرت طبعا، انا اقول ان المستشفيات الحكوميه كانت في القلاع وهي مستشفيات عسكريه بالدرجه الاولى، والمجلس المستشفى الوطني في نابلس، لا اغلب المستشفيات هي مستشفيات اجنبيه يعني حقيقه. ولذلك مثلا بس انا اعطي عن المستشفى اليهودي بس نموذج التي تبرعت به زوجه روتشيلد، فقد تحدثت الوثيقة المؤرخة في عام 1888 عن طلب إنشاء مستشفى لفقراء اليهود الذين يسكنون حول القدس لمعالجتهم ومعالجة سائر الفقراء، وستقوم مدام روتشيلد بدفع كافة التكاليف. وقد ورد في المذكرة العثمانية أن إنشاء مثل هذا المستشفى لم يكن له سابقة من قبل، ولكن منح الرخصة له شروط تتعلق بحجم الأرض وموقعها ومساحة المستشفى التي قدرت بعشرين سريرا، وهل الأرض ملك أو وقف، وأن منح الرخصة يتطلب عدم مخالفة القوانين العثمانية لمثل هذه المؤسسات المنشآت، ونتيجة لعدم وجود عدد كبير من اليهود. هذه النقطة المهمة، والعدد لم يزد عن 25 واحد. الشرط أن تنشئ مؤسسة أن يكون العدد قد وصل إلى 25 فرد.
الآن ونتيجة لعدم وجود عدد كبير من اليهود حول القدس، فقد حول إنشاء المستشفى إلى صفد، إذ أن عدد اليهود قد بلغ حوالي 15,000 نسمة في منطقة صفد، أما في القدس لم يصل العدد إلى 25 يهودي في لواء القدس، وأن القنصل الموجود في صفد يهودي، ويخشى أن يعمل من خلال إنشاء هذا المستشفى حول القدس على تجميع اليهود في المدينة المقدسة، ويكون مقدمة لإنشاء بيوت لهم على أراضي المشفى، لذلك نقل إلى صفد يعني. وهذا إذا في إجراءات الدولة العثمانية أيضا في منع التسلل الصهيوني حقيقة يعني للقدس، أنا يعني سأختصر لأنه أعرف صدرت فرمانات، ثلاث فرمانات في عام 1891 حقيقة 92 لمنع التسلل، وأنا كتبت بحث كامل في إجراءات الدولة العثمانية، لكن نقولها أن استمرار الهجرات اليهودية والإقامة غير الشرعية وتجاهل القوانين العثمانية، وذلك عن طريق التغاضي عن تسجيل المهاجرين في كشوف القادمين من قبل القائمين على منع الهجرة. اثنين، استمرار السلطان عبد الحميد بإصدار القوانين مما يؤكد مقاومته العنيفة لحركة الهجرة، وإن كانت الأمور تخرج من بين يديه بسبب فساد الكثير من رجاله في فلسطين، وقيام الأجانب بدور هام في الهجرة ونقل ملكية الأراضي بسبب ما مارسوه من فرض الحماية على المهاجرين، مستغلين بذلك نظام الامتيازات الذي يتمتعون به. ويمكن تلخيص إجراءات أكرم بي حقيقة هذا المتصرف المشهور بعرقلة بناء المؤسسات، ويتمثل من خلال زيادة إجراءات الروتين وخلق مشاكل متواصلة مع القنصليات الأجنبية، ومداهمة بعض بيوت اليهود للتفتيش، وبث العيون لمراقبة اليهود، وإيقاع عقوبة كبيرة على المرتشين. حقيقة هاي إجراءات كان يقوم بها أكرم بك والمتصرفين الذين يعني المخلصين وليس المرتشين مثل أحمد رشيد. وحتى الوثائق قد رصدت لنا مجموعة المشاكل التي كانت سبباً في تسلل المهاجرين، منها مجموعة القوارب القادمة إلى الميناء ترفع أعلام الدول الأجنبية، تقسيم القادمين الذين يطلق عليهم في أحيان كثيرة قافلة إلى وحدات صغيرة حتى يصعب السيطرة عليهم، اعتراض القناصل للأجانب على عمليات التفتيش، إلزام القادمين الذين يفقدون جوازات سفرهم بصورة متعمدة بالإعلان عن جنسيتهم وأبواب القنصليات دائما مفتوحة لهم، سهولة حصول القادمين على جوازات سفر أجنبية، العواصف الشديدة التي تسود البحر واستغلال القادمين لمثل هذه الظروف الجوية أيضا ورجال البحر، كل هذا كان طبعا عوامل تساعد على لا. أنا أيضا في قضية بس بدي أختم بيها، هي دفاتر الطاب ودفاتر النفوس العثمانية، يعني قد سجلت كل صغيرة وكبيرة حتى لدرجة أنها سجلت هوية الشخص نفسه، يعني الهوية، يعني أنا بس بدي أعطيك ماذا سجلت الوثيقة العثمانية عند الإحصاء السكاني. أولا ذكر الخانة يعني البيت والنمرة المسجل فيها كل فرد وإعطاء نمرة جديدة للمواليد الجدد، ذكر اسم المسجل واسم أبيه فقط دون ذكر العائلة إلا في حالات قليلة، كان يقول يعني مصلح ابن عمه، مصلح ابن أحمد، حسن الابن الآخر لمحمد، حسين ابن محمد، وهكذا. سجلت درجة القرابة في رب إلى رب الأسرة وصاحب الخانة، سواء كان هذا في السجل أو سجلات، مثل أخوه سعيد بن شريدي، ولده سالم بن سعيد، ابن أخوه فلان. رابعا سجلت السن والعمر، مولود جديد أو عمره 15 سنة أو 30 أو يوم أو شهر. سجلت وصف الهيئة والشكل والطول والقصر واعتدال القامة، ابن عمه متوسط القامة. سجلت وصف اللحية، أمرد بدون لحية، ذو لحية بيضاء، شقراء أو سوداء، حسن بن عبد اللطيف متوسط القامة ذو لحية كستنائية مثلا، هذا سجل.
وصف الشوارب. يعني حتى هذا اهتمام، هذا هوية، يعني بمعنى الدولة. وصف الشوارب له شارب أو لا، ذكر لون البشرة، ذكر عازب أو متزوج، مطلوب للخدمة العسكرية أو لا، ذكر حالات الولادة باليوم والشهر والسنة، ذكر حالات الوفاة، ذكر الغرباء عن الأسرة إذا كانوا موجودين وقت الإحصاء في هذا الوقت، ذكر مكان السكن للأشخاص الذين ليس لهم بيت خاص، ذكر بعض الوظائف أيضا يتمتعون بها، ذكر حالة اليتيم إن وجدت، ذكر حالة بعض القرى العمرانية التي وردت فيها الإحصاءات أيضا. ولذلك يعني نستطيع أن نقول أيضا ذكر الأمراض والأوبئة إذا كانت موجودة والحالة الصحية للسكان. وشكرا لك وأسف على الله. نشكر الدكتور على هذه المحاضرة القيمة، فيها معلومات كثير، والواقع أنه الوثائق العثمانية تتيح المجال لدراسات من أنواع مختلفة، اجتماعية وصحية إلى آخره، كما أراد أن يوحي من خلال الأمثلة التي أعطاها. الآن لدينا 20 دقيقة، نستطيع أن نستقبل حوالي 76 مداخلة، وأن لا تزيد المداخلة على دقيقة واحدة. ما بعرف إذا في ميكروفون في القاعة، لكن أرجو أنه كل منكم أن يعرف عن نفسه، وأن يكون سؤالا وليس محاضرة. أخذنا 4 محاضرات كافية، لكن سأترك في النهاية للمحاضرين للإجابة. أبدأ من هنا، تفضل عرف عن نفسك و أوكي. شكرا جزيلا. محمد أمين، كاتب وباحث فلسطيني. شكرا للمركز العربي على هذه الندوة بالغة الأهمية، وللمحاضرين خاصة أنه بتزودنا بمعلومات مهمة جدا في معركة الرواية، اللي هي نعتبر كصحفيين وناشطين أنها أم المعارك. لا أريد أن أطيل ولا أريد أن ألقي محاضرات كما أشار الدكتور خالد، لكن عندي سؤال للدكتورة همة الزعبي حقيقة، اللي عرضته اليوم من وثائق مهمة جدا، سواء اللي جاء في الهجانة أو وثائق وحدة المخابرات البريطانية. لكن دكتورة، لماذا تغيب مثل هذه الوثائق عن تأريخ الذاكرة والتاريخ الفلسطيني وكتابة يعني الأحداث اللي جرت خاصة في تلك الفترة؟ هل هناك صعوبة في الوصول لهذه الوثائق، أم هناك شك لدى الباحث الفلسطيني في أن هذه المصادر يمكن أن تكون مرجع لتوثيق التاريخ الفلسطيني، وتحديدا في تلك الفترة ما قبل يعني قيام المشروع الصهيوني وما قبل 48؟ والسؤال الثاني للأستاذ بلال، قلت أنه بعض الوثائق تختفي، أنا لم أفهم كيف تختفي ومن يخفيها، وهل يمكن أنه يعني يتم الوصول لها قبل أن تقوم جهة ما، جهة رقابية طبعا، جهة إسرائيلية في إخفائها؟ شكرا جزيلا. شكرا لكم. أنا هاني زهد، محامي. أود السؤال دكتور منير حول نظام الطابو. وجدنا أنه فيه يعني انتقاد بأن نظام الطابو والتسجيل ساهم في فقدان الملكية. هل كان استمرار مجرد الحيازة سيساهم في حفظ الأرض على الرغم من مفهوم الأراضي الأميرية وسلطة التصرف في الدولة بما كان يتيح أساساً للدولة القائمة إسرائيل حالياً، دولة أمر الواقع، بأن تسيطر على هذه الأراضي وتتصرف بها؟ ألم يكن نظام التسجيل أكثر حفظاً لهذه الملكية؟ شكراً. رامز عيد، محاضر في مجال الأنثروبولوجيا، علم الإنسان. سؤال دكتور منير بالأخص، أفكر كل الموضوع لازم نفهمه في نطاق يعني صراع القوى الكولونيالية الاستعمارية ضد النظام الاجتماعي في لدى يعني الشعوب الأصلانية، وبما فيها بالأساس يعني نظام إدارة الأراضي والحياة اليومية التشاركي في فلسطين، اللي هو المشاع، اللي هو أفكر يعني كل السياسات والقوانين اللي بدأت في تنظيمات يعني بالأساس وانتقلت بعدين في فترة الانتداب، كان هدفها يعني تفكيك المشاع ويعني هدم المشاع، واللي هو بالأساس يعني للأسف غير حاضر يعني في الدراسات التاريخية الاجتماعية الفلسطينية بما فيه الكفاية لفهم يعني المجتمع الفلسطيني، واللي هو كان يعني بالأساس أعتقد
معظم يعني القرى الفلسطينية بأساسها كانت يعني ماشية على نظام المشاعر الإدارية الاشتراكية للأراضي وللحياة اليومية. وطبعا الاستعمار كان هدفه يعني إدخال التملك الفردي privatization. فأعتقد يعني بمحاضرتك كان ممكن إحنا يعني نفهم التغيير في فترة الانتداب إنه هو وسيلة أخرى للبيروقراطية كوسيلة أو إضافية للتغلب على المشاعر اللي هو حافظ على يعني يمكن 75% من الأراضي حتى فترة الانتداب بدايتها. والحركة الصهيونية هون كانت يعني لها دور في تشجيع تفكيك المشاعر. فالسؤال بس الأخير يعني بالموضوع، التحدي هو إذا اعتمدنا يعني على الأرشيف المكتوب كيف ممكن هنفهم الحياة الاجتماعية كالمشاعر اللي هو مش مكتوب، يعني عمليا تاريخ مئات أو ممكن آلاف السنوات للمجتمع عندنا هو نظام اجتماعي غير مكتوب، هي قوانين اجتماعية غير موجودة بالوثائق أو قليل من الوثائق على الأقل. فكيف ممكن إحنا نقدر نفهم هذا الموضوع؟ شكرا. هننتقل بعد شوي للضفة الثانية. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على المداخلات الغنية والعميقة والمثرية. أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يتعلق بالمردود السياسي والاقتصادي اللي بيخلي جهات، هذا طبعا لبلال بالأساس، اللي بيخلي جهات رسمية إسرائيلية تحرص زي المكتبة الوطنية على سبيل المثال في القدس في إنشائها ودعمها لمشروع جرايد على سبيل المثال في إتاحة الصحافة. طالما بفكر انه طب ما المردود الذي يفيد المشروع الاستعماري الاسرائيلي لدى اتاحتهم مصدرا يكشف عن مدى الغنى الثقافي والحضاري للفلسطينيين ما قبل النكبة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني يتعلق بمدى استعداد حقل التاريخ الفلسطيني تحديدا والعربي عموما للاعتماد على الإنتاجات الجمالية والثقافية كمصدر تاريخي. بحس مرات، يعني كان نقاش مع الدكتور جوني، بحس مرات أنه في هناك نفور من أنه المؤرخ يعتمد على ما هو جمالي ليكون مصدراً في إعداده لدراسته لتاريخ حكمة معينة. السينما قد تكون مصدراً للأدب. في نماذج بالعالم اللي هي ذهبت إلى هذا المكان بالذات مع تطور الدراسات اللي هي العابرة للتخصصات أو العبر النوعية. السؤال الثالث اللي هو يتعلق بالتاريخ أيضا بالشيء اللا مكتوب، وهذه مسألة يناقشها إلياس خوري في أولاد الجيت واسمي آدم. عندما تغيب الوثيقة ويحضر الإنسان وتكون هناك تناقض ما بين ما هو موجود في الوثيقة حول حدث معين وبين رواية الإنسان، وهذا حدث في حال الطه محمد علي في حديثه عن تهجير قريته. كان يقول طه محمد علي أنه قريته تم تهجيرها باستخدام الطيران أيضا، لكن الوثائق تقول عكس ذلك، إلى أن كشف صدفة عن وثيقة كتب عليها أن هذه الوثيقة يجب أن تذهب للحرق لكنها نجت صدفة. بالتالي الشعوب المعرضة للتطهير العرقي وفي حال نهب الأرشيف ووجود تاريخ لا مكتوب، من هنا الرواية الشفوية في حال تعارضها مع رواية بالذات أنه ديفيد بن غوريون وجه نحو أن يكتب تاريخ مزور لخدمة مشروعه، فبالتالي كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ شكرا. طبعا الدكتور أمين أبو بكر جامعة النجاح الوطنية، وفعلا من الضفة الغربية، أشرت للضفة الشرقية وللضفة الغربية، فأنا من الضفة الغربية. ضفة ثالثة. يا ستي، يعني أنا بدي أسأل الأخت، ما ميزت بين التحضر والحداثة؟ يعني هل تقصدين بالتحضر هي الحداثة ثم الشيك الذي وضع على فقط وادي النسناس وأيضا الحليصة، لأن في حيين جنب بعض، ثم طالما في منع قرار في منع التجوال، منع التجوال كان موجود، لماذا الشيك؟ هل في صور في داخل هذا العمل الاستخباري أو العسكري بالذات صور جوية، وخاصة استخدم الطيران الحربي استخدم في التصوير الجوي من 1917، هل في صور جوية لهذا حتى يظهر هذا الشيك أو
هذا قضية. وطالما أنه في منع تجول، لماذا الشيك؟ يعني ما الهدف؟ هل في كان خوف من شيء معين؟ هي واحدة. القضية الأخرى للدكتور العريض، هل تقصد بمكفي إسرائيل ولا بتحت تقفى؟ بتحت تقفى هي ليست مدرسة، مكفي إسرائيل هي المدرسة. شارنيتر، شارنيتر باليازور، باليازور، نعم نعم باليازور، باليازور، اليازور شيء بعيد جنوب شرق يافا، وملبس بتحت تقفى بوابة الأمل، هي ليست مدرسة، هي مستعمرة. نعم هي مدرسة، اللي تفضلت فيه مدرسة. لكن سؤالي، طب لماذا التركية إلى غاية الآن تتحفظ على دفاتر الطابو وهي في أنقرة، وجميع الأرشيف في اسطنبول، جميع الأرشيف العثماني في اسطنبول، لكن أرشيف الطابو في أنقرة؟ هذه قضية أساسية. سؤالي للدكتور بلال، هل أرشيف الإذاعة موجود؟ احنا دائما بنشوف انه الوثيقه هي لازم تكون مكتوبه، لكن هل ممكن تكون محكيه وارشيف الاذاعه موجود متوافر، علما هم صادروا الاذاعه واحاطوها بالشيك سنه 48؟ فكثير من الروايه كمان او الماده الاعلاميه، وهذا بفيدنا، لان هذه الاذاعه الفلسطينيه وكانت تقدم برامجها بثلاث لغات، وهذا مهم جدا. بالنسبه للدكتور منير، شكرا على المداخلة، ولكن العثمانيين كانت مشكلة عندهم في التسجيل هي في مسألة بدهم سكان مشان يعطوا الأرض، وجميع أراضي فلسطين سجلت، ولكن القضية الأساسية حتى لدينا لغاية الآن بيتا لغاية سنتين سابقتين يستخدم السجل العثماني، لا يوجد سجلات لهذه القرية، يستخدم السجل العثماني الذي سجل سنة 1869 وشكرا. شكرا دكتور عبد الرحيم، بعدين أعطينا عفوا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شريف أبو شمالة، باحث في مركز هاشم ثاني للدراسات الفلسطينية جامعة ملايا في ماليزيا. سؤالي موجه للأستاذة همت، دكتورة همت، حول استخدام أرشيف المستعمر وخصوصا الذي يكتبه المخابرات الاستعمارية. احنا وجدنا امثلة قريبة جدا، مخابرات محلية تكتب معلومات مضللة وتصبح في الارشيف وينظلم فيها ناس وينضر فيها ناس. الان الارشيف للارشيف المخابرات الاستعمارية كيف يمكن ان يكون وثيقة ودليل تاريخي، رغم انه هؤلاء غرباء وليسوا من المجتمع المحلي ويتجسسون على المجتمع المحلي ويرسمون صورة ما لا شك أنه في خلفيته الذهنية والفكرية أهداف استعمارية وأهداف احتلالية، فكيف يمكن لي كباحث أن أعبر حقل هذا الألغام المليء بالمعلومات لكن معلومات قد تكون موجهة؟ شكرا. دكتور عبد الرحيم، المعلومات دائما موجهة في الحقيقة، و يعني المؤرخ هو من هو المؤرخ حاطب ليل، يستعمل كل أصناف الوثائق، كل ما يزيد أمامه، لا هو حاطب ليل. ولذلك أنا أتوجه بسؤالي، كان سؤالي سيكون لهمة عن قضية استعمال الأرشيف من طرف غير المؤرخين. أنت عالمة اجتماع، وأيضا أصبح هناك العلماء السياسة يستعملون الأرشيف، أظن أن هذه موضة جديدة من غير المؤرخين الذين يستعملون الأرشيف. استعمال غير المؤرخ للأرشيف هو معذرة عن الكلمة، ولكن ليست تحقيرية، ولا هو استعمال انتقائي، لأن مسعى المؤرخ ليس هو مسعى عالم الاجتماع. عالم الاجتماع ينطلق من نظرية ويحاول ويبحث في الأرشيف وفي النصوص على ما يدعم تلك النظرية، بينما المؤرخ مسعاه آخر، مسعاه يميل إلى الشمولية
ولذلك عندما نستمع إليك ونستمع لوليد العريض نجد هذا الجنوح وليد العريض الجنوح نحو الشمولية والبحث عن دقائق الأمور التي قد تفيد ولا تفيد، ولكن هذا المؤرخ. فهل أنت يعني واعية بهذا الأمر، يعني كيفية استعماله كغير مؤرخة للأرشيف؟ وهنا أريد أن يعني حتى المؤرخ عندما يريد أن يستعمل الأرشيف فهو لا ينبغي أن يكون ضحية لهذه الأرقام المضخمة. عندما يتحدث وليد عن مسألة 300 مليون وثيقة، 300 مليون وثيقة، ولكن عندما نعرف لأن استعمال الأرشيف هو أيضا رهين بالكشف عن تعقيدات البيروقراطية العثمانية، لا يمكن أن نفهم الأرشيف أو الوثيقة العثمانية في غياب فهمنا لكيفية اشتغال البيروقراطية العثمانية. البيروقراطية العثمانية هي منتجة للوثائق بشكل مذهل وبشكل مكرر، هذا هو الأساس، لأن الوثيقة نفسها نجدها في سجلات وفي دفاتر أخرى. ومن ثمة هذا الحديث عن 300 مليون وثيقة، ينبغي أن نفسر لماذا وجود 3 مليون وثيقة. يجب أن نقف عند طرق سير البيروقراطية العثمانية. زيد على ذلك أن هناك مشكلة أخرى في قضية استعمال الأرشيف العثماني، وهو أعطيت مثل بالدفاتر المهمة وتكلمت عن الدفاتر المهمة. الدفاتر المهمة عددها 263 دفتر، وكل دفتر يتضمن أكثر من 600 وثيقة، 1000 وثيقة في عبارة عن أحكام. ولكن نجد في هذه الأحكام ما سجل ولم يرسل، ما سجل ولم يرسل، عندما لا نجد عبارة، نجد عبارة يزلمش أي كتب، أو قندرلمش يعني أرسل، ولكن في كثير من الوثائق لا نجد لا قندرلمش ولا يزلمش، بمعنى أنه مسودة ولم تبعث ولم تصل. فما الأثر؟ هناك بعض المؤرخين من أمثال جيل فانشتاين الذي اشتغل عن منطقة البلقان، استطاع أن يزور أرشيفات البلقان ويبحث عن الوثائق التي ذكرت في الدفاتر المهمة، هل هي موجودة، ووقف على هذه على بعض حالات الفراغ. هذه الإمكانية غير موجودة بالنسبة لمعظم البلاد العربية. وشكرا. السؤال الأخير. مساء الخير، موسى سرور، جامعة بيرزيت. شكرا جزيلا لجميع المداخلات القيمة جدا والغنية جدا. سؤالي للدكتور وليد العريض، تفضلت بالحديث عن الإجراءات العثمانية فيما يتعلق بوقف الهجرة الصهيونية والبيع الأراضي خاصة بدءا من عام 1891، لكن سؤالي ماذا يوجد فيما يتعلق بالوجه الآخر للعملة؟ بمعنى ماذا يوجد فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها الدولة العثمانية من خلال إعطاء الرخص والأذونات لزعماء الحركة الصهيونية بشراء الأراضي وبناء المستوطنات؟ ماذا يوجد من وثائق تتعلق ببيع مباشر من قبل الحكومة العثمانية لزعماء الحركة الصهيونية بدءا من عام 1881 وانتهاء بانتهاء الحكومة العثمانية؟ ساحل بيسان، الأغوار، طبرية، 1.5 مليون درهم من الأراضي الفلسطينية بيعت للحركة الصهيونية بستة مليون ليرة تركية مباشرة من الحكومة التركية بقرار من المجلس الحكومة إلى الحركة الصهيونية. ماذا يوجد؟ هذه الرواية يعني ذنينا تخزقوا من كثر ما سمعنا إجراءات عثمانية بوقف الهجرة الصهيونية والاستيطان. ماذا عن مضمون الأرشيفات العثمانية فيما يتعلق بالوجه الآخر؟ شكرا. شكرا لكل المتدخلين. أنا عندي ملاحظة سريعة، ما بدي أخذ من وقت المحاضرين، لكن الشيء اللي لم يذكر
هو أنه قراءة الوثائق تحتاج إلى منهج نقدي، محتاج إلى أنه نقرأها ويكون لدينا منهج لفحص والتدقيق اللغوي والتاريخي وإلى آخره. الشيء الآخر الملاحظتي حسب خبرتي الضئيلة في مجال السجلات والوثائق الشرعية بأنه إذا هي لا يمكن أن حصر بين المؤرخين، لأنه حتى المؤرخ نحتاج إلى أن يكون لديه ثقافة اجتماعية، لأنه أغلب القضايا تتعلق بمسائل تتعلق في الأرض والملكية والمجتمع والحرف وإلى آخره. فإذا المؤرخ لازم يأخذ بالاعتبار هذا الاتساع اللي منسميه التداخل بين الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. أكتفي بهاتين الملاحظتين. أنا أتمنى من المحاضرين يكون كل واحد يأخذ 3 دقائق ويجمل الإجابة على الأسئلة. تفضل دكتور في الدور، تفضل. طيب. شكرا على الأسئلة. خليني أبلش من آخر سؤال دكتور أمين، اللي هو حول أنه الطابور العثماني كان موجود وسجلت كل الأراضي، إذا هيك حكيت. فهذا هو بالضبط السؤال، إذا كان الطابور الموجود العثماني موجود سجلت كل الأراضي، ليش العثماني ليش البريطانيين قلبوه رأساً على عقب؟ أوكي؟ وما اعتمدوا السجلات الضريبية، ما اعتمدوا سجلات الطابور. إجراءات تسوية الأراضي بتقول لازم ينزلوا المساحين على الأرض ويشوفوا مين حائز على الأرض ويثبت الحيازة، ومن خلال المعرفة المحلية ومعقدة العملية. فليه عملوا هذا الأمر؟ لأنه لم يكن كافي الطابور العثماني لمنطق الدولة الانتدابية. وهذا بيرجع لفكرة الاقتصاد السياسي للدولة العثمانية، وهذا شيء مهم جدا اللي هو متضمن في مفهوم الطابور. وأنا ادعائي أنه الطابور العثماني لم يفصل بين حقوق المالية للدولة وحقوق الملكية للأفراد، فبالتالي كل متصرف الأرض هو عبارة عن وكيل مالي للدولة. هي أنت الحيازة هي مشان تأخذ حصتك كدولة، بتعطيك إياها مشان تأخذ حصتك. فهذا هاي المنظومة هيك تأسست، وقانون الأراضي والحداثة العثمانية والتنظيمات سعت نحو أنه هذا يندفع نحو الرأسمالية ونجحت، ولكن لم تكن تحول كامل وشامل، فظلت في فجواء في وين صار في خصخصة للأرض بمعنى الرأسمالي، وحصل في المناطق الملكيات الكبيرة بالتحديد وفي مناطق ربما أخرى، بس على العموم بقي المشاع على مساحة واسعة من فلسطين حسب البريطانيين 40%، بس لا أثق تماما بإحصائياتهم، لأنه 40% بدون ربما كل بئر السبع والنمط الإنتاج الرعوي البدوي، وهذا مختلف تماما. فجغرافية سوق الأرض لم تكن كافية للحركة الصهيونية، ولذلك كان بحاجة أنه يدخلوا البريطانيين ويعملوا تسوية أراضي مختلفة ويجردوا الأرض من علاقات الإنتاج القائمة. إذا كان الاقتصاد السياسي الزراعي تاع الدولة معتمد على إجرة الأرض على العشر، بالأساس هو رح يتسامح مع المشاع لأنه بهموش، بهمه الغلة في النهاية، رح يتسامح مع ويعيد إنتاج عمليا علاقات الإنتاج الشبه القطاعية من المزارعين مع الملاك الكبار. هذا النمط من الإنتاج هذا عدو الحركة الصهيونية، هذا عدو الاستعمار الاستيطاني، لازم يتدمر، لأنه مش هذا هو الهدف، مش الهدف أنه يستغلوا غلة الأرض، الهدف الاقتلاع واستبدال وبناء رأس مال عرقي منفصل. وبالتالي إشكالية القول بأنه التسجيل أفضل من عدم التسجيل، مش هاي هي الإشكالية تحديداً، هو أي نوع من التسجيل عم نحكي. والتحول مش تقني انه انا ببدل ايفون 4 بايفون 5، تحول جذري في 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 الدي ان اي تاع السياسي والمجتمع وعلاقه الدوله في السكان واقتلاع السكان المحليين. فالموضوع في التحول لو العثمانيين انتجوا حداثه في مشابه لحداثه البريطانيين قبل الحركة الصهيونية، كنا شفنا انكلوجرز، كنا شفنا نشأة طبقة رأسمالية هائلة
بتسيطر على كل الأراضي، وكان في نوعا ما مسار من تحول نحو الرأسمالية في المجتمع الفلسطيني. بس هذا سؤال لا تاريخي، يعني ما حصل، مش هذا هو التاريخ العثماني. أوكي، فأنا اللي بقوله لما بدأ تسويط أراضي وانتقلنا لنظام التسجيل، عمليا كثير من الممارسات الاجتماعية، المشاع والحقوق العرفية، كثير تنوع فيه. والبريطانيين ولما كتبوا كثير تقارير في عمل تعرف الحكومة اللي بيحكوا عن هذا التنوع وعن صعوبة ترجمة العرف والممارسات على أرض الواقع لمفاهيم قانونية لا عثمانية ولا مفاهيم الشريعة ولا المفاهيم الحديثة تبع. يعني مثلا الأرض ممكن تكون فليكسبل، الأرض ممكن تروح للأخ اللي بيشتغل أكثر في الأرض يأخذ أكثر، أو الأخت اللي بتشتغل أكثر في الأرض تأخذ أكثر، وإذا بطلت تشتغل ممكن حدا ثاني يرجع يأخذ. فهاي المرونة الداخلية نظام التسجيل بيقطعها، نظام المشاع والتبادل داخل الأسرة وداخل البلدة، نظام التسجيل بيضغط عليها. لأن طبعا احنا فينا نروح في تاريخ التسوية ونشوف شو الأثر في كل قرية وكل منطقة، في رح نلاقي اختلافات، بس على انه لازم نكون نقديين باتجاه مفهوم التسجيل، مش لأنه في مجال اليوم انه نخرج خارجه، بس عشان نوسع مخيالنا التاريخي والنقدي والسياسي. وعشان نفهم هاي النقطة الثانية يمكن ما وضحتها كفاية، انه التاريخ الاجتماعي الفلسطيني مستعمر من قبل دولة الاستعمار، دولة الانتداب، يعني الدولة الحديثة. مسار تشكل الدولة الحديثة هو أصبح يعني له هو بعد مهم جدا من أي تاريخ اجتماعي من حاول نكتبه، مش بس الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، هذا مركب بيعقد الصورة. بس بالأساس الدولة الحديثة هي عملية استعمار للحياة اليومية. سلطتك أنت داخل القرية لأنك تحدد عملية الإنتاج عم تسلب منك من خلال هاي البيروقراطية، من خلال هاي المفاهيم الملكية والضريبة والتسجيل وكل هاي الأشياء. قدرتك على الفصل بين الحق والباطل داخل القرية بمين من يملك من لا يملك، كلها عم تنسحب لمستوى أعلى هو مستوى الدولة. فعمليا لذلك أنا بحكي أنه الأرشيف هو عمليا مسرح تشكل الدولة، وهذا التشكل مش مفصول عن المجتمع، ولا يمكن فهم حتى الدولة الاستعمارية كمفصولة عن المجتمع، إنما هي تدخل في 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 مسارات تشكل القوة داخل المجتمع وتركيز السلطة داخل المجتمع، وتحدث تغييرات جذرية. النخبة الفلسطينية لم ترى الانتداب عدائي لإلها، رأت الانتداب تمكين، لأنه الدولة القادمة هي دولتها. الصهيونية خربت عليها الصورة، أوكي؟ وفهموا من البداية إنه الصهاينة رح يأخذوها، بس حاولوا ما فيش لعبة ثانية، لازم يلعبوا إنه الدولة لهم رح تكون. فالعلاقات بين النخبة الفلسطينية وبين الدولة ليست مش حميمة يعني، وليست حميمة على الآخر، بس في أمل دائما إنه المندوب السامي بيفتح أبوابه للنخبة اللي جاي من القدس. دكتورة بس معلي الجملة واحدة لأنه لازم تكتمل الصورة. أنا بعطيك. لا بس ثانية، بس تاريخ الفلاحين والمزارعين والناس اللي أخرجوا والمزارعين بالحصة تاريخ هائل. هذا التاريخ مش بالضرورة يعني مش يعني لا يمكن فهم هذا التاريخ بربطه فقط بمشروع الدولة ومشروع الحداثة تاعت النخبة. لازم نقرأه بطريقته. هون صعوبة استخدام الأرشيف وضرورة نقد الأرشيف لنوصل لهي الصور. وعجبا عجبا في إمكانية وناس كتبوا كثير أشياء اللي بتكشف تاريخ landless peasants والناس اللي أخرجوا وقاوموا وعشرين سنة وما قدروش يخرجوهم من الأرض. ممكن الحفر بالتاريخ ضد منطقة الأرشيف من أجل كتابة التاريخ الاجتماعي بطريقة مختلفة. طيب شكرا كثير على الأسئلة، وشكرا على النقطة الأخيرة لأنها هي بتفوتني. على واضح أنه أنا متخصصة بعلم الاجتماع، قاعدة بندوة معظمها مؤرخين ومهتمين في التاريخ بالهاي. لا انت اعطيتني المدخل، فانا بدي احاول انه اعطي يمكن خلفيه للبحث اللي عملته وكيف وصلت للارشيف لاعطي صوره، لانه التصور من الاسئله اللي انسالت وكانه احنا بنلاقي الوثيقه ك
علماء اجتماع ونستند عليها لنقرأ الأشياء الثانية. أنا الحقيقة اهتميت في حقبة تاريخية مغيبة عن التاريخ، عن واقع ممارسات الحياتية اللي صارت للفلسطينيين اللي بقيوا بالمدن، كجزء من اهتمام بدراسات اللي بتهتم بما يسمى بالداخل فترة الحكم العسكري أو مباشرة بعد النكبة. طب شو صار باللي بقيوا؟ يعني لينا دلاشي موجودة معنا هون، هي جزء من هاي الموجة تبعت البحث في من طبقة من الفلسطينيين اللي هني غابوا عن توثيق الواقع تبعهم. دكتور عادل مناع كاتب عن الموضوع، هنيدة غانم، عارين هواري كتبوا عن الموضوع. أنا كنسوية وكعامة اجتماع قلت بعمل مقابلات مع من تبقى في فلسطين بالمدن تحديداً، لأنه هاي شيء ما انكتب، ما عرفنا كيف شو صار باللي بقيوا بفلسطين تحديداً بالمدن مباشرةً بعد النكبة، بفترة اللي ما كانتش المدن بعدها صارت موضة، لأنه الفلسطينية انكتب عن النكبة عن المدن الفلسطينية قبل النكبة، وانكتب عن من تبقى بفلسطين بعد النكبة من السبعينات وفوق، ففي فجوة معرفية حول من تبقى. المضبوط المقابلات اللي عملتها، لأنه أنا بشوف 48 هي نقطة انتقاء، هي مرحلة مفصلية بس هي نقطة انتقال مش بداية لتاريخ للي بقيوا بفلسطين. فعملت مقابلات مع مجموعة من الرجال والنساء اللي تناولت تجربتهم بحيفا قبل النكبة، أحداث النكبة وما بعد النكبة. باختصار شديد التفاصيل الكبيرة اللي أعطوني إياها عن الحياة الاجتماعية ما قبل النكبة كانت عظيمة، حتى خلال النكبة كان تفاصيل كتير كتير عن الخوف وعن الرعب وعن البراميل وعن الضجة وعن كل هاي. بعد النكبة كان الجواب باختصار عند الجميع دبرنا حالنا، الله سترها. طب كيف وين عشتوا؟ دبرنا. طب كيف أكلتوا؟ كيف لقيتوا شغل؟ مين وداكوا على الشغل؟ كله في نوع من مش صمت، في نوع من تهرب من إعطاء الجواب. فأنا أوكي بدي أعرف شو مرق على هاي الناس لتانا ما تحكي، فهيك توجهت للأرشيف لأفهم سياق. فالسؤال كان محدد، الفترة الزمنية كانت محددة، ومن هناك اكتشفت الغنى اللي ممكن إنه الأرشيف يعطينا إياه. أنا اشتغلت بسبع أرشيف، يعني أنا اشتغلت لأنها الفترة محدودة والسؤال محدود والفترة الزمنية. فزي ما حكى بلال بالسابق، أنت الأرشيف بيدلك من مكان إلى آخر. يعني إذا أنا بحكي عن الجيتو على سبيل المثال، سأل هون سؤال على الجيتو، فأنا بعرف إنه في عندي أرشيف البلدية، أنا في عندي أرشيف أبا حوشي اللي بعدين بدل رئاسة البلدية وكان في شخصيات صهيونية اللي بالبلد، أنا عندي أرشيف الدولي بالمؤسسات المختلفة، وبالتالي أنا عم أدور على نقطة معينة بالأرشيف من خلال. وبالتالي أنت هون بتحط أول شيء تدقيق تاريخي للحقبة. أنت يعني أنا حاولت إني أعبي ما غاب من الشهادات الشفوية من خلال الوثائق المكتوبة. فأنا عندي المرجعية التاريخية، عندي رواية الناس، فأنا في عندي التدقيق. فعشان هيك أنا شددت على قراءة نقدية. أنا ما بأخذ الوثيقة بهدف أنه أخذ الوثيقة، ولما أنا بشتغل بأكثر من أرشيف بأكثر من مؤسسة فبصير في عندي كمان إمكانية أن أقارن. إذا ذكرت شخصية معينة بأرشيف معين، وواحدة من الأشياء اللي هي ملفتة للشغل يمكن لأنه الناس مش جاي من لأني مش جاي من التاريخ، وإنك الإمكانية الصدف. أول إشي اللي بيشتغلوا بالأرشيف هني بشر، ففي ملفات يتم حجب فيها وثيقة معينة بس بتلاقيها بملف آخر تحت بالبلدية، بأرشيف البلدية أو مثلا أو بالأرشيف الصهيوني أو بالهجنة. الهجنة حجبوها بس أرشيف الدولي الموظف هناك ما شافش فيها مشكلة. فبصير في عندك صورة متكاملة خصوصا في تعدد المصادر. عشان هيك أنا بفكر الحوار بين المصادر هو مفتاح بهاي الحالة اللي بتم فيه كمان وصول لمعلومات، بس كمان فهم سياسات، وبنفس الوقت فهم الإنسان. وهذا بيجيبني لسؤال علي على أنت بقى عارف السؤال ما توجهش إليه بس فرصة إني أجاوب عليه. أنا بفكر إنه انشغالنا الكبير فلسطينياً، حتى يمكن بقدر أقول الهوس بالأرشيف، هو لأنه إحنا مفكرين حالنا بمحكمة إنه بدنا نثبت وجودنا، وبدنا نثبت لأنه الوثائق هي أدلة تبعت إنه الإسرائيلية قالوا هيك صاينة قالوا هيك، فإحنا عنا الوثيقة اللي تنكر هذا الإشي. بس هذا لا يغيب الإنسان بتاتاً، إنه صوت والتجربة. يعني أنا لما بحثت بالأرشيف عن ليش سكتوا الناس، أنا حاولت أفهم شو اللي مرق تنو ما نحكى، شو الإشي اللي كان، لأنه إذا النكبة صعبة نحكى على تفاصيل النكبة بحيفة. طب ليه ما نحكى عن فترة الحكم العسكري بأول سنوات؟ ليش هذا تحديداً؟ فهي مسألة مش بس ذاكرة وبعد الفترة التاريخية،
هذا له علاقة بإيش مرأة الجماعة مش بس الأفراد. فالإنسان كتير مهم بدون شك. وأنا أفكر العلم الاجتماع إذا بدي أدافع عن علم الاجتماع، الجماليات هي جزء، حتى لو المؤرخين بيعتبروه الوثائق يمكن الجمالية مش وثائق، بس أنا بفكر بتصير الشغل بمجالات أخرى. وهون التقاطع اللي حكيت عنه دكتور خالد على موضوع التقاطع بين المجالات، السينما كوثائق لتأريخ أو لسرد إذا بدك، بلاش تأريخ، حتى لكتابة سردية ورواية فلسطينية. ففي عنا الراديو، الأفلام، الرسومات، تاريخ الفنانين والفنانات. فأنا بفكر هذا كمان جزء. بخصوص الوائل جيتو بحيفا كان بوادي النسناس فقط، وضافوا عليه شارع عباس لضيقه بس. الحليصة تم إفراغها مثل باقي الأحياء الفلسطينية اللي تم إفراغها، وتجميع من تبقى في حيفا في هذا الحي تحديدا. لموضوع محاضرة أخرى، بتقدير الدافع لوضع الأسلاك الشائكة هو كان ضبط وحصر، وفي صور مش جوية بس في صور اللي كمان بالهجنة موثقة لبعض الأسلاك، لأطراف الأسلاك الموجودة. بس الهدف برأيي وبهذا الموضوع لمحاضرة تانية كليا، جمع الفلسطينيين بكل المدن، لأنه مش بس بحيفا وبيافا وبعكا وبكل المدن اللي بقيت، جمعها هو لسلب الممتلكات أكثر من الخوف من الفلسطينيين. لأنه بقي 3200 شخص بمدينة اللي عم تستجلب مستوطنين. وحتى في رسائل من ما يسمى لجان الأحياء اليهودية إنه خلوهم بيناتنا أحسن، مقدر إنه نراقبهم أكثر، ما هن يضلوا 10 هون، 15 هناك، 100 شخص بهذا الحي، فخلوهم نراقبهم أكثر. بس هذا لموضوع آخر. أنا برأيي تجميع الفلسطينيين في المدن تحديداً هو لتسهيل سن قوانين وسلبة الممتلكات تبعتهم للي بقيوا، مش بس للي تهجروا. بس هذا لموضوع ثاني. شكراً. يعطيكم العافية جميعاً. سريعاً يعني الدكتور منير والدكتورة همة أجابوا على جزء أساسي من الأسئلة، لكن بخصوص السؤال الأستاذ محمد أمين عن من يخفي أحياناً إدارات الإرشيف في حد ذاتها، وأحياناً لا، في عنا جهاز اسمه الجهاز المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، يعني جهاز البالم أظن بيختصروه، أيوة بيتم هذا وظيفته أنه بيرسل موظفين بيجي على الارشيف بقول لهم مثلا بيني موريس اشتغل على هذه الوثيقه، اعطوني هذه الوثيقه وبيحجبها، وبيتاكد بزيارات دوريه من الارشيف انه تم عمليات الحجب. الان بخصوص علي المردود السياسي والاقتصادي، بصراحه يمكن هذا سؤال بكير الاجابه عليه، لانه بدنا نشوف جزء البروسيس المؤسسي كيف قاعده بتفكر، وجدالات اللي قاعده بتصير في مثلا مكتب زي المكتب الوطني، لكن جزء منه واضح مرتبط بترند عالمي، وجزء منه بالتحولات تجاه الليبرال اللي فتح، وجزء منه مرتبط بالثقة في الذات. يعني احنا جماعة بما معنا فرضنا نفسنا بهذه القوة ومعلمين عليكم وتفضلوا هي تاريخكم، بس معلمين عليكم احنا الان بناخذ هذا التاريخ بوصفه جزء من تاريخ ارض اسرائيل. جزء منه احيانا مرتبط بالناس العاملين في هذه المؤسسات، يعني المكتب الوطني جزء اساسي من الموظفين اللي فيها عرب، عندهم في هذا الهم اللي بيحاولوا في مادة موجودة بيحاولوا يتاحتها باي وسيلة، فتتقاطع قد تكون مسارات مختلفة. مسألة الجمال، أنا برأيي بعرفش مثلا أكتب تاريخ نابلس في 67 من دون ما أقرأ إلى حمزة تبعت فدوى طوقان، أو من دون حتى ما تستخدم كمصدر، أو بدون الفدائي والأرض تبعت مازن جودة أبو غزالة. يعني هون ليست فقط إن قصيدة كأدب، وبظني هذا أمر تجاوزته الكتابة التاريخية اليوم. يعني إحنا نتحدث نصوص اليوم استخدام الأغنية مثلا في علياء مسلم في مقاومة أهل العريش إلى آخره. فلسطينيا هذا كل ما يقع بيد المؤرخ بدءا من القبر وصولا للجرح اللي موجود على الجسد وصولا الى اخره يستخدم ويجب ان يستخدم. وفي حالات احنا يعني مثل ما حكت همت قبل شوي، لا يمكن ان افهم مثلا ما دار في مع الفدائيين في 67 جزء منه الا احيانا بالجروح الموجوده على جسدهم. لما اقابل انا اسير تحقق معه في 67 في شهر 9 واجد العلامات التعذيب على جسده لغايه اليوم، بقدر أفهم جزئياً لائحة الاتهام اللي هي مصدر اللي دلتني أصلاً على هذا الأسير. يعني هنا أحياناً الأرشيف الاستعماري كيف بستخدمه، إنه أسير أنا ما بعرف وجوده أصلاً إلا من خلال لائحة الاتهام اللي وصلت إلها. في أسير التقيت في أصدقائه اللي اتصلت عليه بدي أقابله وبحكي له أنا بعثني عليك فلان الفلاني إلى آخره، قال لي للأسف أنا ما بحكي عن هذه التجربة. فحكيت له ما تحكي عن هذه التجربة، أنا بدي تحكي لي عن فلان وفلان وفلان. هم خمسة من رفاقه، جزء منهم أبعد وجزء منهم عبر النهر وخرج إلى خارج فلسطين، جزء منهم استشهد
في حوادث مختلفة. فقال لي إذا بتعرف أنت هذول الناس بدي أقابلك، لأنه أنا بدي أحكي عن هذول الناس اللي هم ناس فعليا لا ذكر لهم في الرواية التاريخية على الإطلاق. أنا عرفتهم. قال لي من وين عرفت هذه التفاصيل؟ قلت له عرفتها من لوائح الاتهام، لوائح الفايد. طبعا هذه اللوائح لا تؤخذ، لأنه هو ذات الشخص كان عنده اعتراف مثلا، كل شيء عنده ينتهي عند ماجد المصري في حالة نابلس، كل شيء ينتهي في ماجد المصري. أسأله يا عم يعني شادية مثلا مش ليش مش شادية؟ كل بكل بساطة بدنهي ملف التحقيق، فالاعترافات على شخص بعرف انه خرج من البلد الى اخره. فهي يعني تعدد المصادر سيؤدي ويساعد الباحث، وهنا حوار ما بين المصادر الى اخره. سؤال الدكتور امين، هل وجد ارشيف اذاعه؟ لغايه الان انا لا اعلم بوجود الارشيف الاذاعه الصوتي، لكن في عندنا مؤشرات على وجود ارشيف مرئيه وصوتيه في ارشيف الجيش. مشكلتنا احنا لا نعلم، ما في عندنا مثلا كتالوج يرشدنا وين تم يعني، واحيانا لا مبررات. يعني لماذا ارشيف يافا موجود في القدس فيما ارشيف حيفا موجود في ارشيف الهجنة ويتسر، رغم انهم الجهتين ارشيف الهجنة يحوي كذلك ارشيف الجيش المقاتل؟ طب هنا كان نفس الشيء، ويافا اقرب الى تل ابيب، لماذا عمليه النهب؟ احيانا انا تعليق تعقيبي انه قد تكون عمليه النهب تمت لم تكن من يافا، انما تمت من اللد شهر تالي، فكان في مأسس لعمليه نقل الى اخره. اخيرا بخصوص مساله الانسان وحضوره في مكانه الوثيقه وتعارض الروايات الى اخره، علي اليوم نتحدث احنا في اعتراف على المستوى المعرفي بانه هذا المصدر يساوي هذا المصدر كقيمه كمصدر، تلي هذا الجدال انه هذا مصدر ضعيف، مصدر ادنى، مصدر اعلى، هذا مصدر استعماري، هذا مصدر الى اخره، بصفي اليه الاشتغال وحدود ما هو متاح لدى المؤرخ. على سبيل المثال تاخذ نموذج هون غياب الوثيقة. أولاً لما أدرس أنا البروسيس المؤسس وأشوف كيف عمليات الحجب الأولى، كيف بن غوريون بيكتب أصلاً أنه بيحجب قاعده هو يكتب ومدرك، بعدين لما أجي أشوف البروسيس الحجب المستمر بيجي وبيطلع بيني مورس، بيجي بيعمل اللجنة هاي اللي وظيفتها تلاحق الناس اللي كتبت بيني مورس. لماذا؟ لأنه بكل بساطة إذا رجع المؤرخ اللي بيحب ينكش وراء بيني مورس لن يجد هذه الوثيقة، سيشكك في بيني مورس. هاي مقولتهم. فلما أنا أشوف كل هذا البروسيس تلقائياً، أنا لن أتوقع وجود وثيقة. يعني الأصل ما أفكر إنه هل توجد وثيقة تسند قول هذا الشخص الفلاني مثلاً زي حادثة الطنطورة ولا لا. وهذا جدال طويل عريض لقيس فرر رحمة الله عليه، نص مهم أنا بظني يجب أن ينشر، لغاية الآن مش منشور. جدال في الدفاع عن قضية الطنطورة، في جدال في ضرورة الرواية الشفوية معرفياً. ونخدم. شكرا لكم. طيب بدي اذكر انه في غدا هلا حتى ما يخلص الاكل. بار ده طبعا حاعطي الكلام، وتذكير ايضا انه الساعه 2 بعد الغدا في حافلات باصات تنقل اللي حيشاركوا بورشات العمل في المركز. تفضل دكتور. شكرا. انا ايضا ستكون اجابتي سريعه، تعليقا فقط على مساله الطابو والمالك. يعني تسجيل الأراضي هي تحصيل حاصل لما كان مالكانا أصلا وللعائلات المحلية اللي موجودة، نقلا عن نظام الالتزام العثماني من القرن 17 هذه التسجيلات يعني تدخلت فيها عدة عوامل. أولا أنه هذا مالك التزام حتى قبل المالكانا، ثم أصبح مالكانا، ثم هو يعني أيضا تدخل بأنه أخذ أراضي من الفلاحين غصبا عنهم لأنه ملتزم ظالم، ثم بعد ذلك تنازل الفلاحين عن جزء من أراضيهم مقابل عدم قدرتهم على الضرائب أو نتيجة الهجرة لظروف معينة وتدخل دول أجنبية. هذه قضية الطابو العثماني، ولا أريد مزيد من التفاصيل. دكتور أبو بكر، قضية دفاتر الطابو في أنقرة، أنا بدي أحكي لك شغلتين قضيتين. أولا هناك قضايا كثيرة خطيرة، مثلا جاءت حفيدة السلطان مراد الخامس كنيزة مراد ودفعت لي $10,000 عشان أطلع لها وثائق عن أملاكهم العثمانية، وأنا لم أوعدها بأي وثيقة ودفعت $10,000 ولم أعطيها أي وثيقة. فحتى لا يفتحوا الباب لوثائق أولا العثمانيين، هذه قضية. وقضية الحاجة الثانية أنه لازال حتى اليوم تركيا في كثير من الوثائق تساوم عليها حتى في الصراع العربي الإسرائيلي، منها الخرائط
وأنت عارف موقف تركيا حتى الآن بالاتفاقية الأمنية مع إسرائيل. إلى الآن في قضايا تتعلق بالمساومة، ربما أقولها، ربما تركيا تحتاج معلومات عن حزب العمال الكردستاني من أطراف من عنا، وأيضا هم يعطوا إسرائيل معلومات عنا مقابل ذلك. ولذلك أنا يعني أحيانا نسميهم أصحاب الموبقات السبعة، يعني يتباكون على القدس مع اتفاقيات أمنية. يعني هذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه لها. دكتور أبو شمالة، يعني في قضيتين. فامبري اللي حكيت عنه هو أستاذ مجري، بروفيسور في مجري، وهو أكبر جاسوس مزدوج للدولة العثمانية ولبريطانيا، ومات حتى دون أن يعطوا تقاعد لأنه يهودي ليس له شهادة ميلاد. ثم أيضا أنا نشرت بحث اسمه خطة فامبري، خطة كامارون لاحتلال العراق 1879 قبل احتلال العراق من بريطانيا بأكثر من 30 سنة. فأنا أكاد ألزم لك أن جميع العلماء السابقين وجزء لا زال حتى الوقت الحالي هم ضباط استخبارات، لا يمكن، لأنهم مدعومين من الجمعيات الملكية الدولية البريطانية، كان كلهم عبارة عن مبعوثين من الجمعيات الملكية الهولندية والبريطانية. لا يمكن أن يكون عالم أو باحث هو في ذلك الوقت إلا أيضا بده يقدم تقارير إلى. وعبد الحميد حتى جاب فامبري على غرفة نومه وقال له هاي كل تقاريرك للخارجية البريطانية، وكان هو عارفه لكن مشغله. فهي قضية موجودة، يعني موجودة. دكتور بن حدة، أنت ابن الأرشيف ونحن تزاملنا منذ 35 عاما. أولا في قضيتين ليكن في وثيقة. نعم بهمش، بسيطة. ليكن حاجتين. أولا ليكن هناك مسودة وثيقة مقررة، أحسن ما لا يكون هناك ليس هناك وثيقة. اثنين، المؤرخ أنا أقدم المعلومات الموجودة في الوثائق، ولكن ترضي من وتغضب من أنا ليس لي علاقة. على الأقل تكرار الوثائق، يعني على فكرة هذه تكرار عناوين 300 مليون وثيقة، ولكن هناك مليارات الوثائق التفصيلية في الوثائق، وجزء كبير منها مكررة. أنا أقول الذي قلته، ربما يساعد الباحث على تتبع مسار قضية ما، يعني وهذا أنا واجهته في إنه وثائق يأتي الجواب عليها دون أن يأتي الجواب عليها تكون هناك وثيقة أخرى. دكتور سرور، وآخر ملاحظة، أنا سأقسم لك أنا هذا البحث اللي أنا كتبته، إجراءات الدولة العثمانية في منع التسلل الصهيوني في عهد عبد الحميد الثاني، سأختم لك النتيجة اللي أنا طلعت بها بالبحث حتى أكون أنا. طبعا عبد الحميد ما كان يريد أنه يدخل القضية اليهودية في ذلك الوقت مع عدة قضايا أرمنية ومصر وقضايا كثيرة جدا، وذلك سمح لهجرة اليهود إلى جميع أراضي الدولة العثمانية، ولكن الفرمان يمنع عليهم الذهاب إلى فلسطين. وختاما نستنتج أنه رغم إجراءات السلطان عبد الحميد الثاني، أنا لعند عبد الحميد الصارمة في هذا المجال، فإن جهوده وجهود بعض الموظفين العثمانيين الأنقياء وهم قلة لم تؤتي ثمارها لكثرة الفاسدين من الموظفين، ولهذا فإنه خلال عصر عبد الحميد الثاني تسلل الآلاف من اليهود وبقيت المستعمرات كمؤسسات وشركات زراعية وتعليمية ودينية ضمن قوانين التنظيمات العثمانية، ولكن فتح الباب على مصراعي للهجرات اليهودية تحت حماية الدول الأجنبية بعد سقوط السلطان عبد الحميد الثاني واستلام الاتحاد والترقي للسلطة عام 1909. يعني حقيقة هم قاموا عملوا جهود كثيرة جدا، ولكن جزء من هاي الجهود في وقتها يعني استخدم بطريق سيء، وجزء أيضا استغل بعد سقوط لكن هذا الإجراءات قام بها السلطان. هل النتائج كانت سلبية 20%، الإيجابية 20%؟ هذه مسألة أخرى. وشكرا.